مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم، دايما منوريني ومشرفيني في قناتكم قناه الاهلي واستاذكم استاد الاهلي. استاد الاهلي النهارده محور الحديث فيه عن قرعه دوري المجموعات لابطال افريقيا وايضا الكونفدراليه دور 32 الثاني بقى مش الاول. ان شاء الله كل تمنيات النادي الاهلي النهارده ان هو يحظى بقرعه او مجموعه تكون سهله نوعا ما، والنادي الاهلي انتم عارفين ان هو قادر على اجتياز اي فرق، لكن برضه في البدايات كده ان شاء الله يكون المجموعه سهله لغايه لما ندخل في اجواء اللقاء. طبعا النهارده يعني عايزين نهني كل الامهات بعيد الام، كل سنه وكل ام طيبه وبخير وبصحه وسعاده، الامهات اللي هم معانا في الدنيا ودايما منورين الدنيا كلها، والامهات اللي هم سابونا وبقوا في مكان احسن ان شاء الله دايما منورين في الجنه على طول. كل سنه وكل حضراتكم طيبين وبصحه وبخير وبسعاده. قبل ما ندخل في جو الحلقه واقول لكم تاريخ النادي الاهلي افريقيا، بالصدفه يعني امبارح وانا في العربيه بسمع احدى القنوات الرياضيه في الراديو، للاسف يعني صدمت، يعني يا جماعه لو سمحتوا لازم نشوف او لازم نراعي كلامنا جدا جدا، ولازم كلامنا يطلع بمنتهى الدقه خصوصا المستمعين. يعني احنا في راديو الموضوع مش صعب خالص، انا سمعت حاجات غريبه جدا امبارح بصراحه، يعني الناس بتتكلم على المقاولين مثلا وبتروجيت، الراجل بيقول المقاولين البتروجيت اسف والاتحاد بيقول الاتحاد كسب 2 بهدافه محمد ناجي جده، والراجل اكتسب الحاسه التهديفيه بعد ما رجع من المقاولين راح الاتحاد ومحمد ناجي جده ونجم افريقيا. يعني لازم نراعي كلامنا يا جماعه، لازم نشوف محمد ناجي جده اللي في الاتحاد غير النجم الكبير جده المقاولين والاهلي سابقا والاتحاد سابقا ايضا، وايضا كمان اسماء المدربين مش عارف مين جلال ومين متولي اهاب متولي، يعني الناس المستمعه دلوقتي بيقعدوا يشوفوا كل كلمة وبيقعدوا يدققوا في كل كلمة، والمستوى الثقافي والمستوى الاحترافي للمستمع أو المشاهد اتغير تماما، والحالة الثقافية للمستمع أو المشاهد اتغيرت تماما، قادرين إن هم يعرفوا الحقائق والموضوع بقى سهل جدا إن هم يعرفوه. فإحنا كإعلاميين لازم نطلع الصورة كويسة، سواء بقى إعلام مرئي إعلام مسموع إعلام مقروء أيا كان، لازم نطلع المعلومات صحيحة. كان لازم أقول لكم المعلومة دي لأن أنا فعلا بصراحة ما كنتش مصدق اللي أنا بسمعه إمبارح. النادي الأهلي اقول لكم مشواره افريقيا ما شاء الله، النادي الاهلي خد البطوله او دوري ابطال افريقيا 8 مرات، والنادي الاهلي بيسعى البطوله 9. عارفين البطوله 9 دي هي مطلب جماهيري وبشده لجماهير النادي الاهلي، وزي ما بقول وبكرر ان النادي الاهلي او البطوله الافريقيه او بطوله دوري ابطال افريقيا تحديدا وهي السبيل الى دوري بطوله العالم للانديه او كاس العالم للانديه، دي ترمومتر الجماهير، ترمومتر النادي الاهلي امام جماهيره. النادي الاهلي او جماهير النادي الاهلي بيقيسوا فرقتهم بالاحتكاك الحقيقي، الاحتكاك الفعلي اللي هو الافريقيا. افريقيا يعني دوري ابطال، دوري ابطال يعني كاس عالم للانديه، فلازم نركز قوي ان شاء الله تكون من نصيبنا هذه البطوله 9 زي ما شفنا وسمعنا الكابتن بيبو الاسطوره رئيس النادي الاهلي كان بيقول في المؤتمر العالمي اللي كان مؤتمر عالمي جدا جدا كمان في كل ما احتواه وكل ما قدم في هذا البرنامج، كان حاجه جميله جدا، قال ان النادي الاهلي كان صعد او حقق مركز ثالث عالميا، وهو بيسعى الكابتن خطيب بيسعى النادي الاهلي مع كابتن خطيب ان هو يحقق مركز اعلى من المركز الثالث. يعني في طموح وفي اهداف مرسومه من قبل الاداره لفريق الكوره ان هو يحظى بمكان احسن من المركز الثالث كمان عالميا، يعني ان شاء الله النادي الاهلي ممكن ينافس، ليه لا؟ عندنا لعيبه، عندنا كل حاجه تخلي النادي الاهلي ان شاء الله ينافس على هذه البطوله. وبرضه فعلا كنا قريبين ان احنا ناخد البطوله ايام ابو تريكه بقى وفلافيو العمالقه بتوعنا، وان شاء الله كل فرق النادي الاهلي عمالقه وان شاء الله يفرحونا ونروح كاس العالم للانديه وان شاء الله نحقق مركز احسن من المركز الثالث. النادي الاهلي فاز 8 مرات زي ما قلت لحضراتكم بدوري ابطال افريقيا اعوام 1982 1987 2001 2005 2006 2008 2012 و2013. الكونفدراليه فاز بيها مره واحده 2014 لو تفتكروا طبعا، واكيد فاكرين حضراتكم هدف النجم الكبير عماد متعب. كاس الكؤوس الافريقيه 4 مرات 84 و85 و86 و93، وكاس السوبر الافريقيه 6 مرات 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014. النادي الاهلي بيتربع على عرش القاره الافريقيه برصيد 8 ألقاب زي ما قلت لحضراتكم، وفرق 3 بطولات عن اقرب منافسيه نادي الزمالك ونادي مازيمبي. نادي الزمالك اللي ودع الكونفدراليه، اكيد هيبقى لينا حديث او محور حديثنا ممكن يدور حول نادي الزمالك وتوديعه للكونفدراليه، والمسيره بدات
عند النجم الكبير الاسطوره محمود الخطيب في الثمانينات، حيث حصد الاهلي لقب 82 بالفوز على كوتوكو الغاني. بنعرض لكم ماتشات زمان وكل حاجه فيها، والتاريخ كاتب كل حاجه، وعندكم كل حاجه ممكن تشوفوها. كوتوكو بالنجم الاسطوره النجم المصري الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، ثم تكرر الانجاز مره اخرى عام 87 على حساب الهلال السوداني. الطفره الحقيقيه ظهرت مع الساحر مانويل جوزيه، اسطوره التدريب اللي جه النادي الاهلي، كتيبة نادي الأهلي غزو أفريقيا بتحقيق أربع ألقاب ما بين 2001 و2008. نتج عن ذلك طبعا مشاركة في كأس العالم للأندية للمرة الأولى عام 2005. جوزيه استمر في حصد هذا اللقب حصد أربع أرقاب، ثم جاء محمد يوسف والكابتن حسام بدري 2012-2013 ليكسبوا أو يكتسبوا هذه البطولة مرة أخرى، أو يعيدوا اكتساب هذه البطولة مرة أخرى. زي ما قلت لحضراتكم إن القرعة إن شاء الله تقام بعد قليل، وإن شاء الله نكون معاكم ونشوف المجموعة بتاعة النادي الأهلي هتكون فين وهتكون مع مين. التصنيف الفرق قبل قرعة اليوم، مستوى أول، مستوى تاني، مستوى تالت، مستوى رابع، وهنشرحهم لحضراتكم إزاي بيقيموا المستويات دي. المستوى الأول كان فيه مازيمبي، وفيه النادي الأهلي، وفيه النجم الساحلي، وفيه نادي الوداد. المستوى الثاني فيه سان داونز، وفيه زيسكو، وفيه الترجي، وفيه وفاق سطيف. المستوى الثالث فيه مولودية الجزائر وكامبالا سيتي وهرويا ومبان سولو، مش عارف بصراحة الكلمة دي ايه، مبان سوالوز. المستوى الرابع هقول لكم كمان الفرق دي كمان جنسياتها ايه وترتيباتها ايه في الدوري ان شاء الله بعد ما نستقبل ضيفنا الكريم. المستوى الرابع اول اغسطس، ورولز والدفاع الحسني الجديدي وتوجو بور. دي المستويات اللي ان شاء الله هيقيم على حسابها النهارده قرعه دوري ابطال افريقيا. طيب ناخد محمد سعيد على التليفون عشان يشرح لنا اكتر واكتر تفاصيل هذه الكره. محمد سعيد اهلا بيك. مساء الخير يا كابتن ميدو، اهلا بيك. مساء الفل كل مشاهدي قناه الاهلي، عامل ايه؟ الحمد لله بخير. كله تمام. تمام في الاجواء؟ الاجواء فيها ترقب وفيها انتظار واثاره في نفس الوقت، لكن الترقب عشان يبقى اكتر والاثاره اكتر بداوا بالكونفدراليه، لسه اخر حاجه هتكون قرعه دوري الابطال الافريقي باذن الله. يعني هم بادئين بالكونفدراليه الاول؟ بداوا بالكونفدراليه الافريقيه وبداوا بشرح كابتن ميدو. هو طبعا الاول تم تقسيم الفرق المتاهله والخاسره من دوري الابطال في الكونفدراليه لاربع مستويات. الخسر من دوري الابطال اتحط في المستوى الاول ايه؟ زي الهلال السوداني، سان جورج الاثيوبي، فيتا الكونغولي، زاناكو الزامبي. الجهه المقابله المتاهل من الكونفدراليه في الدور ال 32 اتحط في الوعاء دي، وده برضو في التصنيف الاول اتحاد العاصمه سوبر سبورت الجنوب افريقي، هلال ابيض السوداني، نيم بناجيري. الاتفاق بالظبط من خلال التصنيف والقرعه اللي لجنه المسابقات بالاتحاد الافريقي كابتن ميدو عملتها، قالت ان الخاسر من دوري الابطال واللي هيبقى في التصنيف الاول هيلاعب التصنيف الثاني في المتاهل من الكونفدراليه، يعني الهلال السوداني، سان جورج الاثيوبي، فيتا، زاناكو، هيواجه احد الاربع فرق من ال 12 فريق دول، شباب بروزداد الجزائري، لامنشا الكونغولي، كارا الكونغولي، المصري البورسعيدي، نيفاداش غينيا، ولاية تيتشا الاثيوبي، فوتا جونيور مدغشقر، دوغليبا المالي، نهضه بركان المغربي، الرجاء المغربي، كوستا ديسول موزمبيكو، واكوا الناجيري. وفي الناحيه الثانيه اتحاد العاصمه وسوبر سبورت وهلال ابيض السوداني ونيمبا ناجيري هيواجه الخاسر في دوري الابطال بس بالتصنيف الاول، يا اما يواجه افيك ميموزا، مونانا الجابوني، يانج افريكانز، جورماهيا الكيني، ام اف ام الناجيري، جينيفرنس السنغالي، بيتس الجنوب افريقي. ودي الترتيب بتاع الفرق اللي هتبقى خرجت من دوري الابطال مع الفرق المتاهله في الكونفدراليه. وبدات يا كابتن ميدو، يعني بدات القرعه عايز اقول لك اولى المباريات زاناكو الزامبي في مواجهه ناريه مع الرجاء البيضاوي المغربي. زاناكو في الرجاء البيضاوي مع الرجاء المغربي ده اول مباراه في دور ال 32 المقرر في الكونفدراليه. بيتا كلوب الكونغولي هيواجه فريق يعني قدامي حسب القرعه كمانشا الكونغولي. كمانشا اسمه كمانشا الكونغولي، كمانشا كارا الكونغولي. تمام. سان جورج الاثيوبي، سان جورج الاثيوبي هيلاعب وطبعا لسه القرعه بتتعمل.
يعني لسه طبعا الفريق بس اللي وعايا كابتن ميدو بيقولوا قدامنا سام جورج الاسيوبي. طب محمد اسيبك تعيش اجواء القرعه عشان هتقول لنا كل الاسماء وكل الفرق في الاخر، لكن انقل لي الاجواء الاحتفاليه عندك شكلها ايه؟ طيب هو يعني لغايه لما يبان بالظبط عدد الفرق اللي هتظهر قدامنا دلوقتي من خلال القرعه الحاضر حاليا دلوقتي قدامنا، طبعا في ثلاث سفراء من الاتحاد الافريقي كان اختارهم هيكونوا سفراء للكاف خلال 2018 هيشرفوا على سحب القرعه في 2018 وكل الاحداث الرياضيه. حازم امام، مارك فيش الجنوب افريقي اللي حصل مع امم افريقيا مع منتخب جنوب افريقيا، وايضا معاهم يان جلبرتو نجم النادي الاهلي ونجم المنتخب الانجولي، دول الثلاثه السفراء اللي اختارهم الاتحاد الافريقي. حازم امام وجلبرتو على جلبرتو، حازم امام ومارك فيش. تمام. ايضا حاضر يعني الاتحاد الافريقي توجه الدعوه لمانويل جوزيه، مانويل جوزيه المدير الفني للاهلي وصاحب الالقاب العديده مع النادي الاهلي في البطوله الافريقيه، حاضر القرعه ومتواجد في الصفوف الاولى، وجواره ايضا اسلام الشاطر احد نجوم كره القدم اللي كانوا مع النادي الاهلي وساهموا في العديد من البطولات الافريقيه، متواجد وحاليا متواجد في الصف الاول في القرعه حاليا الكبرى. بخلاف ذلك يعني في بقى مندوبي الانديه المشاركه يمكن كابتن طرد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، كابتن رياض النور مدير الكره بنادي الترجي التونسي، هناك ايضا احد اداري نادي الدفاع الجليدي المغربي متواجد في مراسم القرعه، المدير الفني لاقا المدير الفني بتاع الفريق البتسواني المتواجد ومفاجئه البطوله متواجد في التصنيف الرابع تاون شيب رولز البتسواني موجود حاليا برضو، المدير الفني او احد اداري برضو المدربين في فريق مازن وفاق تنيس المروديه، معظم الانديه المتواجده في دوري الابطال يمكن مندوبيها متواجد في مراسم قرعه البطولات الافريقيه، لكن وانا متواجد معاك على الهواء مباشره اقدر اقول لك يمكن دلوقتي حتى في المباريات انا قلت لك سان جورج الاثيوبي هيواجه بنجلاديش غينيا الاستوائيه. تاني يا محمد كده تاني. سان جورج الاثيوبي هيلاعب بنجلاديش غينيا الاستوائيه. تمام. والهلال السوداني، الهلال السوداني هيلاعب اقوى النيجيري. هيلاعب اقوى النيجيري. تمام. وجورمايا الكيني هيلاعب سوبر سبورت يونايتد الجنوب افريقي. سوبر سبورت يونايتد الجنوب افريقي، جورمايا الكيني وسوبر سبورت يونايتد الجنوب افريقي. تمام. ايضا من الفرق المتواجد على الجانب الاخر الهلال الاوباني المتاهل لدور المقرر في الكونفدراليه هيواجه امامي الفريق اللي هيواجهه سونجو المزمبيقي. سونجو سونجو المزمبيقي سونجو المزمبيقي سيواجه الهلال الاوباني السوداني. طب سعيد حضر لي كل المواجهات، وعشان نطلع فاصل عشان نستقبل ضيفنا الكريم ونرجع نكلمك علشان تقول لنا كل المواجهات تكون ظهر كل حاجه قدامك. محمد سعيد مراسلنا في مراسل النادي الاهلي في هذه الاحتفاليه، شكرا جدا وهرجع لك على طول. طيب نطلع فاصل عشان نستقبل ضيفنا الكريم الاستاذ محمود فهمي الناقد الرياضي بالاهرام، ونرجع لحضراتكم عشان نشوف الكره شكلها ايه. أهلا بحضراتكم من جديد. يعني قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الأهلي والبطولة التاسعة أفريقيا، وإن شاء الله بعد قليل هنعرف قرعة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. إن شاء الله الأهلي إن شاء الله نتطلع إن هو ياخد هذه البطولة الغالية اللي بتودينا لكأس العالم للأندية. عشان كده بينورني وبيشرفني الناقد الكبير الأستاذ ممدوح فهمي الناقد الكبير بالأهرام، منور الدنيا. كابتن ميدو منور بيك وبالمشاهدين الأعزاء كلهم قناة الأهلي. عامل إيه؟ الحمد لله كابتن، كله تمام. أنا سعيد معاك النهاردة. ده أنا الأسعد والله. أه والله. منور قناة. أنا بتابع على طول يعني كابتن ميدو على الشاشة يعني. ده لا لا قناة الأهلي بقى فيها شكل جديد وشكل جديد، ومش مجاملة عشان الأستاذ أيمن بدر صديقي، بس دي حقيقة. هو الراجل عامل شغل كويس، وبعدين أنتوا كمان عامل شغل كويس. هو الأستاذ أيمن بدر محبوب من غير حاجة. أه دي حقيقة، دي بأمانة يعني. هو صديقي يعني من زمان يعني. أهلا بيك، أهلا بيكم منور الكابتن، ربنا يخليك. عايز نبدأ من فين؟ زي ما حضرتك تحب. انت يعني بقى اللي منورنا النهارده. انا اسف عايزينك بس في كلمتين الاول. طبعا كل سنه وام كل ام طيبه في مصر العزيزه، خصوصا امهات الشهداء. يا رب كده ان شاء الله يكون عيد ام سعيده على الجميع.
عيد ام سعيده لكل ام سواء كانت حاضره او غائبه، ودايما كده ان شاء الله كده مصر في امان واستقرار، وننتظر فعلا بقى يعني شعبنا الجميل الاسبوع الجاي في الانتخابات يقدر يودينا شكل مشرف لينا في الانتخابات ان شاء الله الاسبوع الجاي. يا رب. ان شاء الله مصر، دايما بقول ان مصر ربنا حاميها ومعاها شعب. اتفق معاك تماما، شعب يحمي اي حد بس كده، هو عشان كده الحمد لله احنا الامن والاستقرار دايما ان شاء الله الحمد لله. عايز نبدا منين؟ نشوف الفرق المشاركه افريقيا. شايف الاهلي ازاي الاول؟ الماتشين منانا الذهاب والعوده. انا كلمت الكابتن حسام بدري امبارح قبل ما يسافر. تمام. هو شخصيه جميله قوي، وكابتن حسام يعني تاريخ مش عايز اتكلم عنه. الاهلي غير مختلف تماما. لا الاهلي جامد، الاهلي مختلف. الاهلي احنا بالناس بتزعل لما بنقول كده، يعني هنقول الحق ولا ابن عمه؟ بنقول الحق. طب ما نعمل ايه؟ طب نروح ولا نعمل ايه؟ دي بص النتائج بتبص دايما. انا من اشد المعارضين لكوبر، من اشد المعارضين لاسلوب كوبر، لكن ما اقدرش اتكلم مع نتائج كوبر. وصلني كاس عالم، وصلنا افريقيا. خلني في حته، خلي بالك انا بلمس حاجه جايه على قلبي. ولا كابتن، بص يا كابتن ميدو انا بتكلم ايه ده؟ خليني في لغه النتائج. تمام. انا من اشد الناس اللي هجمت كوبر في 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 الاهرام عندنا في تصفيات كاس العالم. اداء فعلا كان بيجيب الواحد القلب وقاعد، يعني انا حسيت مع نهايه تصفيات كاس العالم حاجه يا سكر يا ضغط. انا قلت كده الشعب يعني المصري الله يكون في عون شعب مصر. واللي عنده دعامه ربنا يكون في عونه. لكن انا بتكلم بنتائج. الاهلي الافضل، الاهلي الافضل، الاهلي الاقوى. طب ما طب خلينا في حته المنتخب بقى. انت اللي جريتني يعني دقيقه واحده دقيقه واحده. انت قلت لي نبدا منين؟ يعني فانا سبتك بقى. يعني النتائج بتقنع بصرف النظر عن الاقناع نفسه. مين احسن جيل؟ جيل منتخب البرازيل. حياتك طبعا نجم كبير. مين ده؟ اجيال كتير. لا بصراحة. في جيل علم كده 82 سقراط، زيكو، فالكاو، ما خدوش كاس العالم بس قدموا كره ايه رهيب. ما تقولش بقى اتفرج وانت مطمن. تمام. متعه. تمام. صح. تمام. ما خدوش كاس عالم. مين الجيل اللي خد كاس عالم؟ هتلاقي جيل روماريو وبيبيتو قدموا كره بس بزي 82. مين اللي الناس فاكره النهارده؟ روماريو بيبيتو. صح. صح. بس حضرتك فاكر اهو. انا فاكر ليه بقى؟ لانها علمت عندي بالظبط، لان دول كانوا فلته. طب اجيبها لك بطريقه ثانيه. اتفضل يا كابتن. بطريقه ثانيه. الجيل سقراط وزيكو والناس العمالقه دول، فالكاو او فلساو رحمه الله عليه، الكابتن علي زيور قال لك فلساو عشان اكسو اللي تحت السي. قعدت ادور على الاكسو دي ما لقيتهاش. ما لقيتهاش ولا هتلاقيها. ولا هتلاقيها. اتفضل يا كابتن. الجيل ده قدم لنا كوره كان في طريقها ان في اقناع ان في فرقه تاخد كاس العالم البرازيل. تمام. طب احنا عندنا نفس القصه دي؟ يعني احنا عندنا الاقناع اللي يؤدي ان احنا هنعمل حاجه بعد كده في كاس العالم ولا حياتك بعد كده؟ بعد كاس العالم بقى، غير كاس العالم. مستر كوبر المبجل، انا هغير الراجل، انا هغير. اما جيت كلمه سيادتك عن صلاح في دول اوروبيه المتقدمه وكذا، قال لك يورجن كلوب مختلف عن كوبر فيها رجاله. قال لك الراجل ده مدي صلاح حريه حركه، مدي مساحات، مدي هجوم. وده اللي قاله مدرب روسيا لما جه يتعلق على صلاح. قال لك صلاح مع ليفربول مختلف عن المنتخب. ليه يا عم دير فان انت تشكوف ولا اسمه ايه؟ قال لك ده بيلعب هنا بحريه وعنده نزعه هجوميه. دي مشكله المنتخب. انت في كاس العالم لن تبكي على شيء، مظبوط؟ اديني بقى اداء ان انا افتكرك بيه. الناس بتتكلم ان احنا كمنتخب مصر حاليا عندي مجموعه لعيبه لن تتكرر. محترفين. انت بتتكلم في 15 لعيب محترف بالظبط، مش في اوروبا، مش في، انا اسف محترم، مش في بازل وفي سيون. لا بتتكلم في ليفربول، بتتكلم في ارسنال، في ايه تاني يا جماعه؟ انت بتتكلم في اسماء وهم. كويس. ده يديني ايه؟ يديني باور لما اجي اللاعب ينزل وبحياتك يبقى عنده الثقه والاطمئنان انه قد اللي قدامه. بالظبط. لما النهارده يبقى عندي ربنا يحميه، ودي دايما دعوه بقولها له، محمد صلاح يا رب يبقى هداف دوري انجليزي. لا احنا نقعد على جنب كلنا. بالظبط. هيبقى اغلى لاعب في العالم يعني. لا يعني انا حضرتك امبارح كاتب موضوع زي في الاهرام النهارده ان اربع انديه كبيره بتنافس. بالظبط. سان جيرمان، ريال مدريد، برشلونه، مانشستر سيتي. والناس عامله حضرتك يا كابتن ايه؟ تكهنات. يقول لك ريال مدريد 8-1 ياخده، برشلونه 16-1. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ طبعا. فلما يبقى عندي قيمه زي دي وعندي مجموعه لعيبه برضو محترمه زي النني وموقع ارسنال، قال لك النني يا جماعه الكوره لعبه جماعيه، فالنني ما ينفعش تتجاهله. النني دي حقيقه، النني مسمار. عندي لعيبه زي دي، خمس ست لعيبه حضرتك لعبت في الاهلي. رزقي انا بقى، انا بعتبره لعيب كمان. طيب كده انت مش واخد حقه. حضرتك نلت شرف، اي شرف انك لعبت معاه، مظبوط؟ يبقى في الفريق عندك في الاهلي ست سبع لعيبه جامدين. الاهلي عامل ازاي؟
حقيقي. مش كله سوبر. مش كله ميدو وعماد متعب الله يمسيه بالخير او لا، في برضه لعيبه في الاهلي يعني في تفاوت مستوى، لكن في 6-7 ركائز شايلين انا في المنتخب عندي دلوقتي كده، صح ولا مش صح؟ عندنا اكتر من 6 مش انا بتكلم، بقول حاجه بديك الايه المينيمم خليني مع حضرتك في القليل. 6-7 لاعبين وتد في الملعب، يبقى انا اعمل ايه؟ العب الكره الجميله الكره كويسه، ما قلتش ان مش هروح اعمل اوروجواي هلعب 4-4-2 ما قلتش كده، يبقى انا راجل عبيط. لا انا بتكلم يبقى ليا شكل هجومي، لان انا النهارده عملت التارجت بتاعي، وصلت كاس عالم، ادي للناس بقى اللي هناك دي في روسيا اللي مستنيين بقى 4 سنين يديني كره حلوه. يقول لك منتخب مصر شرفنا. احنا بنتكلم النهارده عن ماتش هولندا ومصر سنة 90 حضرتك، لان انت لعبت ماتش حلو لعبت. لكن ماتش ايرلندا ومصر ممسوح من التاريخ بالظبط، ما قدمتش نكله. هنتكلم، انا مش هسيبك بصراحه في القصه اللي انت بتتكلم فيها بصراحه، يعني بطريقه كمان علميه وعمليه. ماشي يا كابتن، ربنا يخليك يا رب. طيب نتكلم بقى عن الاهلي. حضرتك قلت لي ان الكابتن حسام بدري وانا خدتك للمنتخب في سكه المنتخب وما كملناش على الكابتن حسام بدري. تمام. كابتن حسام الراجل عرف يعمل حياتك توليفه الجميله اللي هي ايه؟ عندي عناصر خبره وناس صغيره وبقى ليها شكل، وانا قاعد بتفرج قدام التلفزيون او في الاستاد انا عارف ان الاهلي هيروح بجون كتير ويجيب جوان. دي بقى دي ملك زي البرازيل كده يعني، طبعا قياس مع الفارق عشان برضه بقاش لك يا عم البرازيل الاهلي لما ممدوح الدور قلت بس في فريق نازع قوي جامد. كانت مشكله الاهلي في نهائي افريقيا قدام الوداد ايه؟ ما عنديش النزعه اللي توصلني للجول والوداد قافل مش عارف افك، والحكم طبعا بلس الحكم يعني. بس انا دايما بحب كابتن ميدو ايه، انا كبير والكبير ما يجيش عند الصغير ويزق بالظبط. معلش انا معاك ولا كان ده غلط؟ لا يعني معاك. انا اهلي، انا معاك، انا اهلي اهلي يعني انا حكم مش حكم انا اقدر اكسب الا لو في سوء توفيق مش بتاعتي ماليش جنبها يبقى ربنا مش رايد، لكن ماليش دعوه. لكن الاهلي لا قادر، انا معاك. النهارده عنده مفاتيح لعب ممتازه، عنده خط هجوم هايل، عنده لعيب اسمه جون اجاييه حكايه. الولد ده احسن، انا في رايي الشخصي واحترامي عادي، احسن محترف، من احسن صفقات الاهلي جابها. الولد في الملعب بيقف على الكوره وبيعمل ضغط وبيعمل لا الاهلي بيبقى موفق جدا جدا. ازارو جه انا ازارو قابلته في حافله الاهرام سبورت واعتذرت له، قلت له ازارو انا هاجمتك اول ما جيت بصراحه كنت شايف مش مقتنع بيه، فانت النهارده هداف الدوري المصري انا مجبر اعتذر لك بامانه اقسم بالله. ده بيزيدك احترام انا لا اصل حياتك لعيب اثبت لي عكس كده خلاص. انا قلت له انا هاجمتك، قلت دي صفقه كذا وكذا وكتبت ده بامان واتناقشت مع زميلنا عايز محمود صبري رئيس القسم عندنا، فقلت له قال لي اصبر عليه، قلت له بصراحه مش مقتنع بيه. لما الولد يبقى هداف حتى لو هو فنيا مش مقنعني بس اهدافه تقنعني. وليد ازارو اول ما جه هنا كنت اتفرجت له على تمرينه كده زندوح حضرتك، وبعدين جه هنا كان عندنا مستضيفينه يعني، فكتبت صورت معاه وكتبت صاروخ الاهلي الجديد. تمام. شفته في التمرينه راح للجون 390 مره. تمام. ممكن ما يجيبش 390، ممكن ما يجيبش من 390 385 بس تمام. يجيب 5 أليه. هو ده الفيرود اللي انا بشوفه فيرود عشان انت فيرود وكنت يعني فيرود شاطر بيروح كتير وبيضيع. وخلي بالك ان انا اروح اتواجد في منطقه الكوره عند جون دي مش دي ملك حد بيعملها. لا ملك ما حاجه كنت بتعملها كابتن مدبك بيعملها، كابتن حسام حسن بيعملها بالظبط. الله يمسيه ويديه الصحه محمد صلاح الاربع تجوال جابوا في واتفورد منهم جونين بالظبط ملكه بالظبط، ده الطد ولاقيه موجود يشوط لا يعني دي ملك. بس هقول لك على حاجه بصراحه، اتفضل يعني انا كنت عمال اقول الساعه ونص هنقعد نتكلم فيها بس بصراحه شكلها تطير هوا يا كابتن. لا تحت دلوقتي لا انت منورني مش عارف الحلقه هتبقى ممتعه. نروح نشوف في او كده عن دوري او قرعه دوري ابطال افريقيا ونرجع لحضراتكم على طول. تترقب جماهير الكرة المصرية والنادي الأهلي بشكل خاص قرعة دوري الأبطال الإفريقي التي تجري بمقر الكاف في مدينة 6 أكتوبر. أعلن الكاف عن تصنيف الأندية 16 المتأهلة لهذا الدور. المستوى الأول مازيمبي، الأهلي، النجم الساحلي، الوداد. المستوى الثاني صن داونز، زيسكو، الترجي، وفاق سطيف. المستوى الثالث مولودية الجزائر، كامبالا سيتي، هورويا، مبابان سوالوز.
المستوى الرابع أول أوغست توانشي برولارز الدفاع الحسن الجديد وتوغوبور. جرى التصنيف وفقا لقواعد الكاف التي تقضي بأن الفرق المتأهلة لدور 16 يتم تصنيفها في ضوء نتائج مشاركتها في آخر 5 نسخ من البطولات الإفريقية. يذكر أن لوائح الاتحاد الإفريقي تنص على إقامة دور المجموعات في دور 16 من 4 مجموعات، فيما يذهب الخاسر من دور 32 إلى الكونفدرالية. أهلا بحضراتكم من جديد. لسه منورني ومشرفني الأستاذ ممدوح فهمي الناقد الرياضي بالأهرام، وحديث ممتع جدا في الكرة عموما عن المنتخب، هنتكلم عن النادي الأهلي، هنتكلم عن كرة الدوري أبطال أفريقيا اللي بيشرفها النادي الأهلي وبيشرف بيها طبعا النادي الأهلي دايما. إن شاء الله نشوف الفرق هتبقى شكلها إيه، الفرق عموما. ولا عايز تتكلم لسه عن كابتن حسام، احنا انت بتتكلم بروح واخدك في حته ثانيه، انت بتفرض عليا بصراحه. لا كابتن، انت حاجه قلت بالاول، انت قلت ابدا بايه. هو كابتن حسام قدر يجيب صفقات محترمه جدا، قدر يعمل توليفه جميله جدا. الدكه بره ما شاء الله ما تقلش على اللي جوه فعلا. فالبديل بيخش، اسلام حارب بيخش يعمل فارق، ميدو جابر على اسم حضرتك بيخش يعمل فارق فعلا. فده مهم. ما هو اللعيبه كمان مطلعين اعاره جامده جدا ما شاء الله، طلع مهم استلام اعاره، مهم زكريا اعاره، احمد الشيخ بركات اعاره، وعمرو بركات اعاره، صالح انت سايب ثلث فريق بره بالظبط. فده برده بيفرق معايا دوريه مدير فني. انا بحترمه يعني، انا بحترمه خاصه طبعا عندي الدكه جامده يعني، دايما الفرقه الكبيره كابتن ميدو. وانت على ماذا لازم الدكه عندي تبقى تقيل، لان انا يقع عندي اصابات، ايقافات، اي ظرف طارئ لازم يبقى اللي عندي بره يخش جوه. ده كابتن شريف اكرامي غاب سبب الاخر، جه محمد الشناوي ما شاء الله، سد مظبوط. سعد سمير غاب، محمد نجيب موجود ما شاء الله بحضرتك، ايمن اشرف لعب في حياتك في الدول برضه سد. فده ده في الاهلي، الاهلي الاهلي كبير، الاهلي كبير كبير تمام. طيب نروح نشوف محمد سعيد عنده ايه كده بسرعه من جوه الاجواء. محمد سعيد اتفضل. مساء الخير يا كابتن ميدو، مساء الفل ليك وكل مشاهدي قناه الاهلي. يمكن في هذه اللحظات بدات مراسم اجراء قرعه دوري الابطال الافريقي، وهو الحدث الابرز، وبيتم في هذه اللحظات تقديم 2 من السفراء اللي هيكونوا مشاركين في سحب قرعه دوري الابطال الافريقي. بدا طبعا عمرو فهمي سكرتير الاتحاد الافريقي لكره القدم بالحديث الاول عن السفير الاول، هو مارك فيش اللاعب الجنوب افريقي اللي كان شارك مع منتخب بلاده في كاس الامم الافريقيه لاستضافه جنوب افريقيا عام 96. اكيد. وفي اثناء الحديث يمكن تم برضه ايضا استضافه الان اللاعب الانغولي جيلبرتو نجم النادي الاهلي واللي شارك مع النادي الاهلي ومنتخب انغولا في العديد من البطولات الافريقيه، وبيحضر اليوم ايضا كسفير لبطولات الاتحاد الافريقي. ومنذ قليل يمكن كابتن حازم امام كان السفير الثالث، كان مشارك في سحب قرعه مباريات دور ال 32 المقرر في كاس الاتحاد الافريقي الكونفدراليشن كاب تمام، واللي اسفرت عن مباراه المصري مع مونانا الجابوني. شاءت الاقدار والظروف للمصري ان يواجه مونانا، الفريق الذي واجهه الاهلي في الايام القليله الماضيه في البطوله الافريقيه. يعني حسن حظ المصري، من حسن حظ فريق النادي كتاب مفتوح الباب مفتوح والمباراه قريبه يعني. المباراة كتاب مفتوح قدامه كمان يا سعيد، يعني النادي الاهلي لعبه ماتشين، اكيد الكابتن حسام حسن هيعرف نقاط القوه نقاط الضعف فريق مونانا، يعني كويس ان هو يقابل المصري. اتفضل. والمباراه قريبه يعني، مباراه الذهاب يوم 8 ابريل ومباراه العوده بعدها ب 10 ايام 18 ابريل. تمام يعني من حسن حظ المصري كمان المباراتين في وقت قريب جدا من مواجهتهم لمباراه الاهلي. تمام. لكن بالنسبه بقى لدوري الابطال، يمكن لجنه المسابقات بالاتحاد الافريقي اعلنت ان تصنيف الفرق، يمكن التصنيف الاول الاهلي، الوداد، النجم الساحلي مازيمبي الكونغولي. تمام. التصنيف الثاني الترجي التونسي، وفاق السيف الجزائري، ديسكو الزامبي، سان داونز الجنوب افريقي. التصنيف الثالث مولوديه الجزائر، كامبالا سيتي الاوغندي، حريه كوناكري الغيني، مابانسو والوز سوازيلاند. والتصنيف الرابع الدفاع الجديد المغربي، اول اغسطس الانغولي، تاونشيب برولز بتسوانا، واي اس بورتو التوغولي. هناك مباراتين ستقام في دور المجموعات يوم 4 مايو والمباراة الأخرى يوم 14 مايو. بعد إجراء مراسم القرعة ستحدد بالضبط المباراتين اللي هيواجههم الأهلي قبل انطلاق مباريات كأس العالم بإذن الله. الاتحاد الأفريقي استغل إن في مباراة تتلعب في شهر مايو للأجندة الأندية الأفريقية. تمام.
الوفود اللي موجودين مشاركين زي ما احنا شايفين كابتن اسلام الشاطر، مستر مانويل كوزيه، كابتن احمد شوبير ايضا حاضر في الصفوف الاولى. يمكن تم توجيه الدعوه لعدد من نجوم الكره المصريه لحضور قرعه البطولتين الافريقيتين اللي هي دوري الابطال وكاس الكونفدراليه. ويمكن عمرو فهمي سكرتير الاتحاد الافريقي منذ قليل يمكن بلغ تحيات احمد رئيس الاتحاد الافريقي لكل الوافدين والحضور، لانه تعذر حضوره لارتباطه ببعض الاعمال الخاصه في دول غرب افريقيا في التوقيت الحالي، فبالتالي تعذر حضوره لقرعه مسابقات الانديه الافريقيه. تمام. وارسل تحياته لكل الوافدين. وهناك فيلم تسجيلي تم عرضه للانديه الافريقيه ال 16 المشاركه في هذه البطولات، وابرز الاهداف التي احرزت وابرز المشاركات التي احرزت في المباريات الاخيره. ويمكن في هذه اللحظات انا معاك كابتن ميدو، انا شايف جيلبرتو، يعني جيلبرتو بيثني على مانويل كوزين، ونقول من المدربين اللي كان لهم دور كبير جدا مع النادي الاهلي ومعايا في البطولات الافريقيه، فوجه لهم تحيه خاصه لمانويل كوزين. تمام. معاك كابتن ميدو. تمام. يعني لسه ما القرعه لسه ما بنتش حاجه يا محمد سعيد. لسه يعني كان انا بتكلم معاك بعد ما تم دعوه المارك فيش وسيستيان جيلبرتو، بيتم دلوقتي اجراء حوار سريع على دور كل لاعب في مشواره الافريقي ودوره مع منتخب بلاده ومع الانديه. ومارك فيش تحدث عن التجربه التي ظهرت بها جنوب افريقيا عام 96، لكن سيباستيان جيلبرتو لسه ما زال حتى هذه اللحظات بيتحدث، لان مشواره طويل جدا مع النادي الاهلي، وتحدث وذكر اسم مانويل كوزيه وذكر اسم النادي الاهلي. ويمكن في لقطه طريفه يمكن احد القائمين على التنظيم بيتحدث مع جيلبرتو انه ما زال في لياقه الفورمه ولياقه المباريات والفورمه البدنيه العاليه. ويمكن جيلبرتو ما اتغيرش يمكن من ساعه اخر مره مباراه كان مع النادي الاهلي، وبيشارك مع الاهلي في البطولات الافريقيه حتى هذه اللحظه، لسه بيحافظ على شكله وستايله كلاعب كره قدم، نجم كره قدم في القاره الافريقيه. وانا معاك كابتن ميدو، يمكن هيبدا يتم شرح الطريقه اللي هيتم سحب بيها قرعه دوري الابطال الافريقي. اولا كل تصنيف او كل وعاء في اربع فرق، التصنيف الاول هيبقى الوعاء A، التصنيف الثاني B، التصنيف الثالث C، التصنيف الرابع D، وهيبدا يتم سحب كل فريق، وهيتم الاختيار اذا كان هيكون A1 او A3 او A3 او A2 او A4 او B1، لان ترتيب المباريات كمان هيتحدد حسب تواجد كل فريق في ترتيبه في المجموعه. يعني التصنيف الاول لو الاهلي تم سحب الاسم النادي الاهلي دلوقتي ممكن هيطلع B4 او A4، يعني ترتيبه 4 او 3 او 2 او 1 ليس له علاقه بالتصنيف، لكن هيكون له علاقه بترتيب المباريات. وده بيتحدد اذا كنت في البدايه A1 هيكون اول مباراه على ارضك، لو كنت A2 او A3 هيبقى اول مباراه خارج ارضك. ده بيتحدد حسب ترتيب المباريات بالنسبه للبطولات الافريقيه. لكن وانا معاك يمكن لسه دلوقتي هم بيعرضوا فيلم تسجيلي للطريقه اللي هيتم بيها سحب قرعه الانديه الافريقيه بالنسبه للمستويات الاربعه في المجموعات الاربعه. تمام. معايا دلوقتي كابتن مودو هتبدا مراسم القرعه وسحب الكرات الخاصه بكل فريق. يعني نستناك ولا نروح الاستاذ ممدوح نتكلم معاه ونرجع لك تاني، ايه رايك؟ يعني وانا معاك اقدر اقول لك يعني ابرز المواجهات الكونفدراليه، لان خلاص يعني الكرات هتبدا تتسحب. وانا معاك دلوقتي اسيك ميموس هيلاعب شباب بلوزداد الجزائري، ده المباريات القويه اللي هتبقى في الكونفدراليه. المصري منانا نهضه بركان المغربي هيواجه الفريق اللي خرج مصر المقصه اللي هو جيني زفود الغالي. لكن وانا معاك اهو تبدا تحت قرعه دوري الابطال المجموعة ألف، المجموعة إيه؟ تاونشيب رولز بوتسوانا، ده أول فريق تم سحب اسمه من الكرات، تاونشيب رولز البوتسواني، سيكون في المجموعة يعني إيه؟ يعني يا ايه يا بي يا سي، احدى المجموعات الاربعه، هيكون في المجموعه ايه؟ A2. تمام. ده عايزين حساب مثلثات. رول البوتسواني A2. تمام. زي ما توقعت يا كابتن ميدو في المجموعه ايه فعلا. بس ما فيش تو. بس هيتم سحب فريق اخر في المجموعه ب، المجموعه بي، المجموعه الثانيه.
هيكون فريق الدفاع الحسني الجديدي المغربي. تمام. الدفاع الحسني الجديدي سيكون في المجموعة دي، المجموعة الثانية بي، لكن من مجموعة بي المجموعة الثانية الدفاع الحسني الجديدي، لكن سيتم الآن معرفة ترتيبه في المجموعة حسب المباريات. هيكون في المجموعة الثانية هيكون بي 3 بي 3 بي 3 تمام. يعني رولز البتسواني في A2 والدفاع الحسني المغربي في بي 3 بي 3 بي 3 المباراة الأولى هتكون على أرضه. تمام. AS توجو AS توجو، واللي ده احنا ما زلنا في التصنيف الرابع، كان الدفاع الحسني الجديد المغربي وتاون شيب البتسواني واي اس توجو مع اول غوث استانبول ايضا. كل هذه الفرق هي في التصنيف الرابع، لكن يتبقى فريق اي اس توجو، سيتحدد تواجده في المجموعه الثالثه ام المجموعه الرابعه. اي اس توجو في المجموعه الثالثه. المجموعه الثالثه. في المجموعه الثالثه، لكن سيكون في سي 1. سي 1 المجموعه الثالثه ترتيبه الاول. اي اس توجو في المجموعه الثالثه. اذا اول غصن الانجولي هيكون في المجموعه الرابعه. تمام. اذا ده التصنيف الرابع، تاون شيب بتسوانا في المجموعه الاولى، الدفاع الحسني الجديدي في المجموعه الثانيه، اي اس توجو المجموعه الثالثه، ثم فريق اول اغسطس الانجولي في المجموعه الرابعه. لكن لم يتحدد حتى الان سيكون ترتيبه في المباريات سواء دي 1 او دي 2 3 او 4. دي 2 ستكون اول مباراه على ارضه. دي 2 دي 2 اول اغسطس الانجولي اول مباراه ستكون على ارضه. ده أول أغسطس الأنجولي. تمام. وأول أغسطس الأنجولي يلعب مبارياته على الملعب الوطني اللي أقيمت عليه مباريات كأس الأمم الأفريقية 2008 في أنجولا. يعني الشيء المميز في الفرق حتى الآن اللي تأهلت إنها تلعب في معظم البلاد في العواصم، في الملاعب الرئيسية الخاصة ببلدانها. فإذا أول أغسطس الأنجولي في المجموعة الرابعة. دي 2 عشان خاطر جيلبرتو. ماشي. عشان خاطر جيلبرتو. الان بيتم سحب تصنيف الثالث، فرق من مولوديه الجزائر او كامبالا سيتي الاوغندي او حريه كوناكري الغيني او بابان سواليز من سوازيلاند. وبدا جيلبرتو بيسحب الكرات. ده المستوى الثالث. ده المستوى الثالث. تمام. كامبالا سيتي الاوغندي. كامبالا سيتي الاوغندي سيكون في المجموعه الاولى. في المجموعه الاولى مع ماشي مع تاون شيب رولز البتسواني. مع تاون شيب رولز البتسواني. تمام. لكن سيتحدد ترتيبه، هل اي 1 اور او 3 او اور 4؟ ايس اي 3. اذا اول مباراه تحددت، تاون شيب رولز البتسواني مع كامبالا سيتي الاوغندي. تمام. يعني دي اولى المباريات التي تحددت. تمام. تاون شيب البتسواني وكامبالا سيتي الاوغندي في المجموعه الاولى، وهي اولى المباريات بينهم. اوكي ماشي. يتبقى باقي الفرق في التصنيف، مولودية الجزائر أم حرية كوناكري الغيني أم بان سوالوز سوازيلاند. لكن بيتم شرح كمان يا كابتن ميزو وأنا معاك إن البطولة الأفريقية السنة دي ستكون هي آخر المواعيد المتعلقة بالترتيبات، لأن من البطولات القادمة سيتم تغيير الموعد والأجندة كما كانت أو كما هي المواعيد في البطولات الأوروبية من شهر أغسطس حتى شهر مايو. تمام. جيلبرتو بيسحب إحدى الكرات أيضا ل مولودية الجزائر. مولودية الجزائر مع الدفاع الحسني الجديد المغربي. تمام.
ديربي مغربي بين بطل الجزائر وبطل المغرب. مولودية الجزائر. مولودية الجزائر يتحدد بس ترتيب المجموعة الثانية. المجموعة الثانية هل بي 1 ولا بي 2 ولا بي 4؟ إذا كان بي 1 ستكون أول مواجهة مع الدفاع الجديد. بالظبط. لكن حتى الآن مولودية الجزائر بالفعل أولى المباريات مولودية الجزائر سيواجه الدفاع الحسني الجديدي. تمام. مولودية الجزائر سيواجه الدفاع الجديد وهي أولى المباريات ستكون في الجزائر، ومولودية الجزائر سيبدأ أولى مبارياته في الجزائر ويستضيف الدفاع الحسني الجديدي المغربي. تمام. إذا ديربي مغربي في المجموعة الثانية. ده بي 2 يا بي 2 يا سعيد؟ دي بي 2 يا كابتن ميدو. دي تمام. بي 2 تمام. دي كده المجموعة الأولى تاون شيب بوتسوانا مع وكامبالا سيتي ده أول ماتش في تمام أول مجموعة وأول تمام. ماتش تمام. المجموعة الثانية مولودية الجزائر والدفاع الحسني الجديد المغربي وبرضه ده أول ماتش بينهم. تمام. وفي المجموعة الثالثة حتى الآن اي اس توجو لكن لم يعني لسه ما اتسحبتش القرارات، بيتم إجراء حوارات يعني يا كابتن ميدو أنا معاك يمكن بعد ما بيتسحب أسامي الفرق بيتم أسئلة لماركي فيش ولجيلبرتو عن المشاركات الأفريقية وكيف هي الأجواء وكيف تستعدون للانطلاقة الأفريقية وكيف تواجهون هذه الفرق وإذا واجهت فريق أفريقي أو إذا واجهت فريق عربي. أكيد أكيد إحنا معنا الأستاذ ممدوح فهم يا سعيد طبعا الناقد الرياضي الكبير بالأهرام منورني ومشرفني هنا في الاستوديو. اهلا بيك يا استاذ ممدوح تحياتي ليك وتحياتي لكل متابعينا. حضرتك عايز تساله عن حاجه اتفضل معاك. بس هم يعني بطلوا الحكايات وخلاص القرعه عشان الناس قلقانه بعد كده حكوا بعد كده الانين 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 ما هو بس لازم يبقى فيه شويه يخلوها بعد القرعه سسبنس كده. مستمر معاك كابتن ميلو؟ معاك. طيب هو جيلبرتو دلوقتي بيسحب احدى الكرات حريه كوناكري حرية كوناكري الغيني سيكون في المجموعة الثالثة مع اي اس توبو. حرية كوناكري تمام كوناكري الغيني سيكون مع بطل توبو اي اس اي اس بطل توبو تمام حرية كوناكري الغيني لكن حتى الآن سيتحدث هيبقى سي ايه بقى؟ سيكون سي 4 سي 4 سي 4 تمام وستكون أولى مبارياته أيضا مع اي اس توجو برضو المباراة ستكون في ملعب اي اس توجو تمام حرية كوناكري أمام اي اس توجو والمباراة الأولى ستكون في ملعب اي اس توجو تمام إذا الفريق الأخير مابان سوازيلاند سيكون في المجموعة أول أغسطس مع أول أغسطس بطل أغسطس مع أول أغسطس الأنجولي لكن لم يتحدث ترتيبه هل دي يعني ترتيبه في المجموعه الجي 1 ولا دي 3 ولا دي 4 اسمه مبان يا محمد مش كده؟ مبان سوالوس سوازيلاند مبان سوازيلاند تمام دي 4 دي 4 مبان سوازيلاند دي 4 لكن لم يتحدد طبعا اولى المباريات يعني يمكن المجموعه الوحيده حتى هذه اللحظه لم يتحدد اي مواجهه للاخر سيواجه يعني عكس المجموعه الاولى والثانيه والثالثه نقترب من التصنيف الثاني والاول الكل ينتظر طبعا المواجهات المرتقبه يعني الترجي وفاق ستيف سان داونز ثم الاهلي والوداد النجم الساحلي يعني ننتظر اللحظه التي ينتظرها عشاق القلعه الحمراء في هذه اللحظات المجموعات الافريقيه حلو جو الاثاره اللي انت عامله ده سعيد احنا منتظرين اهو عايز انقل لك القاعه نفسها في حاله اثاره وفي حاله تشوق كبير جدا الكل بينتظر القرعه والكل عمال يقول يا رب بعدنا عن الاهلي انا عايز انقل لك يمكن كان في حوار او في حديث دار بين الكابتن سعد الحفيظ مدير الكوره مع رياض النور مدير الكوره في الترجي التونسي الاثنين بيتمنوا ان يكونوا في مجموعه واحده بيتمنى يكون في مجموعه واحده عشان يبتعدوا عن بعض في الادوار النهائيه اكيد 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 يعني كل الحوار ده كان حوار حصري يمكن احنا يعني خدنا بالنا منه في البدايه سحبت القرعه يمكن جيلبرتو دلوقتي سحب القرعه نادي الترجي التونسي في المجموعه الاولى الترجي التونسي في المجموعه الاولى كابتن نيتو تمام مع تاون شيب البتسواني وكامبالا سيتي الاوغندي تمام لكن اي 4 اي 4
A4 الترجي التونسي. تمام. وأول مباراة ستكون خارج أرض. لم يتحدد إذن أنا أتوقع الأهلي مع الترجي، يعني إحساسي. ليه يا حبيب؟ ليه يا حبيب؟ ليه يا حبيب؟ خلينا حلوين وصحاب كده لغاية لما نبقى ندخل في الأدوار النهائي. يعني هو الفايده انك لو تبقى في المجموعه يعني تبتعد بقى عن الادوار النهائيه ودور الثمانيه تبقى. لا لا ينفعش، ما ينفعش اهلي وترجي في الاول كده، امال يعني فين بقى الاثاره وفين المتعه في الادوار النهائيه؟ خلصنا بعد اه ما ينفعش. وفاق السيف في المجموعه الثانيه. وفاق السيف ماشي. وفاق السيف في المجموعه الثانيه. لكن اذا ده ديربي كبير جدا، وفاق السيف ومولودية الجزائر والدفاع الجديد المغربي. الدفاع الجديد تمام. قيم الجزائر وفريق من المغرب يا كابتن ميدو. ده موت. سيكون ترتيبه بي 4 بره ارضه. وفاق السيف الجزائري اولى مبارياته ستكون بره ارضه. تمام. يعني يا كابتن ميدو انا شايف والله المجموعه الثانيه مجموعه ناريه، يعني حتى الان المولوديه والوفاق الدفاع الجديد طبعا والدفاع الجديد بس يعني هي علشان المغرب، لكن قوه الفرق لا، يعني قوه الفرق عادي، الدنيا كويسه لسه. الان يتم سحب في المجموعه الثالثه سان داونز في المجموعه الثالثه. تمام. سان داونز في المجموعه الثالثه مع بطل توجو وحريه كوناكري الغيني. تمام. مجموعه افريقيه سان داونز مع بطل توجو مع حريه كوناكري ترتيبه C2. تمام. سان داونز C2. اذا سان داونز في المجموعه الثانيه الثالثه. اذا زيسكو الزامبي في المجموعه الرابعه. يعني حتى الان المجموعه الاولى تاونشيب بوتسوانا كان بلا سيتي الترجي التونسي المجموعه الاولى، مولوديه الجزائر الدفاع الجزيري المغربي وفاق السيف في المجموعه الثانيه، اي اس توجو سان داون الجنوب افريقي حريه كوناكري المجموعه الثالثه، اول غوص الانجولي مبان سوازيلاند وزيسكو الزامبي. هيبقى دي ايه؟ سان داونز سي 2. لا لا زيسكو. زيسكو دي لكن لسه ما يتحدث، يعني هو بيتم سحب الكرات من مارك فيش. يلا. اللاعب الجنوب افريقي الدولي هيتم سحب الكرات، فيتحدد الان ترتيب فريق زيسكو الزمبي دي 1. تمام. دي 1. اذا اولى المباريات زيسكو الزمبي مع مبان سوازيلاند. تمام. زيسكو الزامبي مع سوازيلاند دي المباراه الاولى. ندخل الان على التصنيف الاول، وسيتم سحب الكره من اربع كرات، يا الاهلي يا الوداد يا النجم الساحلي يا مازيمبي. يلا. والكره التي سيتم سحبها ستكون في المجموعه الاولى يا كابتن ميدو. يلا انا معاك اهو، احنا متاهبين. اسم الفريق الذي سيتم سحب اسمه الان سيكون في مجموعه الترجي. ابعدنا عن الاهلي بقى، مين اللي بيسحب؟ تاونشيب. انا اقول لك فيش مارك فيش اللي بيسحب ولا مين؟ اللي هيسحب الكره النادي جيلبرتو، يعني جيلبرتو هو اللي هيختار اسم الفريق الان. هو جيلبرتو هيطلعنا في مجموعه حلوه، انا عارف جيلبرتو. اتمنى. انا عارفه انا عارفه. اوعى جيلبرتو. اوعى جيلبرتو بيسحب احدى الكرات. ننتظر. اوعى يا جيلبرتو. الكرة التي سيتم سحبها الآن ستكون في المجموعة الأولى، وجيلبرتو قال لكل الحاضرين شوية شوية، قالها باللغة العربية يا كابتن ميدو. هي كرة الآلة هتلاقيها سخنة شوية. ونادى للكابتن سيد. ايزي سهلة، بيقول للكابتن سيد سهلة. أهو. على الأهلي. يخرب بيتك. بالأهلي الأهلي مع الترجي. لا يا جيلبرتو كده يا جيلبرتو. الاهلي والترجي التونسي وكمبلا سيتي الاوغندي وتاونشيب البتسواني. تمام. الاهلي ايه؟ اولى المباريات الاهلي والترجي التونسي 4 مايو في القاهره. شكرا يا جيلبرتو. شكرا يا حبيبي. اولى المباريات الاهلي والترجي التونسي في القاهره يوم الاهلي والترجي 4 مايو. حلو قوي.
يوم 4 مايو الاهلي والترجي التونسي في القاهره يا كابتن ميدو. تمام تمام. على فكره المجموعه مش وحشه يعني. انا قلت كده بس احنا مش عايزين يعني مش عايزين ندب في الترجي والترجي يبقى يعني عايزين الاهلي والترجي يبقوا مؤهلين يعني ان شاء الله يبقوا مؤهلين. فرصه ايجابيه. الترجي صعد بكل صعوبه امام جورماهيا الكيني، صعد بكل صعوبه، صعد بفارق هدف وفاز على ارضه في تونس بهدف بكل صعوبه على بطل كينيا. تمام. اذا مواجهه الاهلي والترجي ثم تاون شيب البتسواني وكامبالا سيتي الاوغندي. الان بيتم سحب الفريق الثاني تي بي مازيمبي. مازيمبي المجموعه الثانيه. مازيمبي في المجموعه الثانيه مجموعه ناريه. مازيمبي مع مولوديه الجزائر مع الدفاع الجديد المغربي مع وفاق السيف الجزائري. وفاق السيف في مازيمبي. بالضبط. اولى المباريات ستكون وفاق السيف امام مازيمبي الكونغولي. في فين بقى في وفاق السيف؟ اولى المباريات ستكون لا في مازيمبي. في مازيمبي. مازيمبي سيستضيف وفاق السيف. تمام. المجموعة الثالثة الوداد المغربي. والرابعة النجم الساحلي. تمام. الوداد المغربي ستكون أولى مبارياته أمام سان داون. تمام. والنجم الساحلي مع أول أغسطس. والنجم الساحلي مع أول أغسطس الأنجولي. إذا الوداد المغربي أولى مواجهاته ستكون سان داونز في جنوب أفريقيا. في جنوب أفريقيا. والنجم الساحلي سيواجه اول اغسطس الانجولي. هيكون في النجم دي 2 ودي 3. اول المباراه ستكون في انجولا. اول اغسطس الانجولي سيواجه النجم الساحلي التونسي في انجولا. اوكي. وسان داونز الجنوب افريقي سيواجه الوداد المغربي في جنوب افريقيا. والاهلي سيواجه الترجي التونسي في القاهره. ومازيمبي سيواجه وفاق السيف الجزائري في مازيمبي. بالفعل. اذا المجموعات الاربعه تحددت كابتن ميدو. الاهلي تاونشيب بوتسوانا كامبالا سيتي الاوغندي الترجي التونسي. المجموعه الثانيه مازيمبي الكونغولي مولوديه الجزائر وفاق السيف المغربي وفاق السيف الجزائري. المجموعه الثالثه اي اس بطل توجو سان داونز الجنوب افريقي الوداد المغربي حراك ونكري الغيني. المجموعه الرابعه والاخيره زيسكو الزامبي اول اغسطس الانجولي النجم الساحلي التونسي بابان سوازيلاند من سوازيلاند. تمام. سيواجه الترجي اولى المباريات يوم 4 مايو في القاهره، ثم المباراه الثانيه في اوغندا يوم 14 مايو مع كامبالا سيتي. مع كامبالا سيتي الاوغندي. احد ايام 15 16 مايو احد ايام 15 او 16 مايو ستكون المباراه الثانيه في اوغندا مع كامبالا سيتي. 15 او 16 مايو بالظبط. اخر مباراه قبل انطلاق بقى المباريات الدوليه والاجنده الدوليه الخاصه بكاس العالم في روسيا باذن الله يا كابتن ميدو، اللي هي كامبالا سيتي في كامبالا سيتي في اوغندا. احد ايام 15 او 16 16 مايو. واللقاء الاول امام الترجي احد ايام 4 او 5 او 6 مايو. احد ايام 4 او 5 5 او 6 مايو يعني مش 4 او 6. تمام. يعني يعني ممكن تختار مباريات الجمعه او السبت او الاحد يعني. عندك 4 5 6. وبعد كده المباراه الاخرى احد ايام 15 او 16. بالظبط كده يعني. اولى مباراه الترجي ثم كامبالا سيتي، وتؤجل المباراه فيما بعد بقى لشهر 7 وتكون اولى مباراتك امام تاون شيب بطل بوتسوانا باذن الله. في المرحله الثالثه من دور المجموعات. اذا دي هي الاجواء او هي المجموعات النهائيه بشكل نهائي بعد اعلانها الان من قبل الاتحاد الافريقي في حضور عمرو فهمي سكرتير القاف ومارك فيش وسيبستيان جيلبرتو. تمام يا سعيد، يعني هنسيبك شويه تستريح ونرجع لك تاني برضو لو عندك جديده. سعيد محمد سعيد، شكرا جدا على هذا النقل التفصيلي لكره الدوري ابطال افريقيا. نظريا ورقميا الاهلي والترجي في دور الثمانيه ان شاء الله. تمام. ما هو انت ما كنتش هتحلى نقطه احسن من كده. مات ربنا يعني. انت بتتكلم سهل، انت عارف الاهلي والترجي دي تخض شويه. انا محيرك بس انت في فرقتين هيطلعوا. جيلبرت انا قلت هيخدمنا بس ما خدمناش. بس انت بتتكلم في فرقتين يطلعوا. فانت معاك كامبالا سيتي، شخصيه لطيفه، نادي لطيف اليف جميل، راجل اول ما يطلع فمتشكين. تاون شيب ده ما يحلموش اول مره يطلع فريق من عندهم في تاريخ في الدور ده. بالظبط. فلا بالاحصاء والجغرافيا والتاريخ اسهل مجموعه. لا اسهل مجموعه يعني. انت بتتكلم في الدفاع الجديد وفاق سطيف ومدريد الجزائر واسماء يعني انا بقلق من حاجه مش بقلق افكر فيها. مش حكايه الاهلي يقلق الجمهور،
الجو، الجو العام، شد العصر، الجو العام والظروف الخارجيه العربيه. ان احنا لازم نكس الجو ده بيقلقني. لكن انت بتلعب مع فريق الترجي، ترجي تكعبك العالي، الترجي بس هو زي الاهلي، الترجي عنده 10 القاب مختلفه على مستوى افريقيا والعرب، واخد 2 دوري ابطال افريقيا، واخد السوبر افريقيا وده. فالتاريخ لا، انت كده يعني اكلينيكيا الترجي والاهلي في دور الثمانيه. يعني لما شفت جيلبرتو انا قلت اكيد يعني تبقى ايده جميله. هو جيلبرتو يعني قال لك بقى يعني ابعدكم عن، وبعدين قال ما تخافوش، قال لك الاهلي. اه قال لك الله يا جيلبرتو، مش ده اللي احنا متفقين عليه؟ هو لا، هو الترجي انت ان شاء الله الترجي باذن الله الثاني باذن الله ان شاء الله يعني الفرقتين دول عملوا اللي عليهم كده كفايه، وصلوا لاخر المطاف يعني. بس انا عليها تحفظ، انا اسف حضرتك قلت له منانا جابوني مع المصري، مع المصري. المصري عامل ايه مع سيمبا التنزاني هنا؟ وقع قلبنا لغايه الدقيقه 95 وقت الاضافي. لا انا قصدي ايه، انا عارف حضرتك هتقول ايه، انا قصدي منانا كتاب مفتوح للنادي المصري، ما قلتش المباراه سهله او صعبه. انا ماشي، بس سيمبا التنزاني التعامل 2-2 هناك، المفروض تيجي تعمل لنا ايه؟ تكسب مستريح. ده حصل؟ قعدنا لغايه الدقيقه 95 يا رب اسطر سطرك يا رب، ها ها ابعد يلا مسعود، ده الجون بتاع المصري محمد مسعود، ابعد يا ما اعرفش مين. لا لا، عاوز تخش تنافس وهدي الكبار على ارضك تبقى وحش، وبره تبقى برده نص وحش، تطلع بتعادل تخسر، لكن انت على ارضك تعمل درو وعامل 2-2 هناك. لا، نقطه من اول السطر. اتفق معاك، اتفق معاك، بس اكيد حسام حسن يعني هي يعني خلي باله. ما هو اخلي بالي في ايه؟ ما اخلي بالي التعامل يبقى ازاي؟ انت النهارده عندك ماتش على ارضك، هتقدر تجيب جونين ثلاثه يأمنوك بره؟ ده يقلقني. شكلي في مصري ما يجيبش 2-3 على ارضه، يقلقني. انت هناك جبت جونين، واحد ضربه جزاء والتاني كذا وعدل، فالمفروض تيجي هنا على الاقل. ما قلتلكش ان انت تعمل هاي سكور، ما قلتش 5-0، لا قلتش كده، بقول على الاقل تكسب 1-2 بس كده بالظبط، مش كده اكتر من كده. امن لي نتيجه. هو الزمالك محترم خايب امال، مش الزملكاويه، المصريه كلهم ليه؟ قدام ولايه ديتشا ده ما اعرفش انهي حاره عندهم، خدوا 70 دولار كل لعيب مكافاه صعود. لعيبه ولايه ديتشا دول خدوا كل لعيب 70 دولار بس، ده مش ده. لا بصراحه ما لا، انت بتتكلم، انا ما كنتش مصدق. لا يعني بتتكلم انت اداه كبيره داخله تنافس، تبقى قد منافسه. انا ما كنتش مصدق. طيب قدام حضرتك المجموعات يعني انا اقولها لحضراتكم تاني زي ما معروضه قدام حضراتكم. المجموعه الاولى فيها النادي الاهلي، وفيها نادي الترجي التونسي، وفيها نادي كامبالا سيتي، وفيها نادي رولز البتسواني. المجموعه الثانيه فيها نادي، انا عشان بس كنت بقول محمد سعيد فمش عارف المستويات هقولها لكم، فيها مازيمبي وفاكوستيف مولوديه الجزائر والدفاع الحسني. المجموعه الثالثه فيها الوداد المغربي، فيها سان داونز، فيها الحريه، فيها توجو. المجموعه الرابعه فيها النجم الساحلي، فيها زيسكو، فيها مبان، فيها اول اغسطس. دي المجموعات. النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله هيلتقي مع الترجي التونسي، وهنعرف دلوقتي المباراه تبقى شكلها ايه مع ضيفنا الكريم مع الترجي التونسي يوم احد ايام 4 أو 5 أو 6 مايو، والمباراة الثانية إن شاء الله هتكون أحد أيام 15 أو 16 مايو مع كامبالا سيتي الأوغندي. المباراة الأولى هتكون مقامة على لسه الملعب إن شاء الله تبقى في القاهرة، يعني مع النادي الأهلي تبقى في القاهرة إن شاء الله مش في تونس. لكن مجموعة النادي الأهلي زي ما قال ضيفنا الكريم الناقد الرياضي الكبير الأستاذ ممدوح فهمي، قال إن هي مجموعة سهلة قوي. اصل انت في اثنين صاعدين الاهلي والترجي مفترض. تمام، ده انت وانا من غير ما اتكلم غير ملعب الاهلي لو عدى كده دلوقتي جنب المجموعه يطلع هيصعد. بس احنا اللي يسمع الاهلي مع الترجي في المجموعه يقلق، يقلق ما يعرفش لو هو فريق واحد. لكن طبعا يطلع فرقتين لا، يبقى انا لو الاهلي لا بعد الشهر. لا 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 بعيد الاهلي، الاهلي غير بصراحه. لا الاهلي طبعا لحضرتك انت داخل تعمل ايه في البطوله دي؟ داخل تاخدها بس، اللي قدامك بقى برشلونه ريال مدريد، فريق من الواك الواك تاخد تنافس تاخد البطوله. كابتن الخطيب كمان في حفل التكريم الكبار ورموز نادي الاهلي قال كلام بين السطور، يا جماعه احنا عايزين ننافس في مركز ابعد من الثالث كاس عالم انديه. يبقى هو بيبص بقى ايه يا كابتن ميدو؟ يعني انا ده انت عديت افريقيا، ده انت مش خالص يعني رساله واضحه وصريحه جدا. ليه بقى حضرتك عدينا افريقيا بكتير؟ ليه كابتن خطيب وده من الناس يعني اللي علمونا يعني ايه متعه الكوره؟ انا فاكر بقعد انا بالليل كده مع نفسي بعد ما ارجع من الجنان واجيب القناه بتاعتكم عشان اتفرج على ماتش قديم ليه. لا
انا اشوف الكره في رجل الكابتن الخطيب ده انا متعه لا الموضوع مختلف خالص متعه الزمندوق هو بيضحك بامانه لا ده الراجل ده ربنا وقبه حاجه مش عند حد فانت بتتكلم كابتن خطيب ليه ان انت وصلت كاس عالم كبار منتخبات مفترض انت كانديه بقى انت بقى سيد افريقيا ونادي القرن وده 8 بطوله اما توصل كاس عالم تاش اقل من مازيمبي اللي طلع وصيف في يوم من الايام مفعش فانت بتتكلم في مرحله جامده قوي ان الاهلي جاي فتداخل افريقيا مفترض انت عادل العده والعتاد كابتن بدري واللعيبه المحترمه عارفين التارجت بتاعهم ايه ان انت افريقيا وكاس عالم الانديه هو الكابتن حسام سنن سنان وسنن اللعيبه كمان يعني بامانه وهو عنده حين فريق محترم فريق جامد جدا وهو بامانه بيعرف يدير الماتش بيعرف يقلب ماتش كويس بيعرف يقلب ماتش لا لا الدنيا عنده فريق وخبزه وعجنه يعني كابتن حسام باللغه الدارجه خبز وعجن الفريق انا عارف ده ينزل امتى وده فين وده ليه وده ازاي ده امتى الدنيا ماشيه ازاي الدوره ماشيه ازاي ده حلو لما يكون معاك مدير فني قاري صح وعارف الكابتن ميدو امكانياته ايه بس استفيد بالحته دي ما يجيش لعيب عندي يتذمر يدي لا انا فاهم بعمل ايه لان في الاخر مين بيتسال هو يجي قدام الاداره انا اللي عملت انا اللي اخطات هو اللي في الاخر بيجير والاداره كمان بصراحه حاجه تفرح ده تلاقي على 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 المستوى انا اتسالت مره وعايزك مش غريب من بعض الناس المحترمه كذا حاجه ايه مشكله الزمالك انا اسف سامحني بس لذلك كلمه كبيره قلت له مشكله الزمالك على مدار السنين شيء واحد بس الاداره معنى برجاء ما تتدخلوش يا جماعه برجاء ما تتدخلوش في شغل الجهاز الفني اخطا يتحاسب بعد الموسم لكن الاهلي كده الاهلي في حته فاكر ما جه مايكل ايفرت وكان في واقع مع الاهلي خالص الاهلي ما مشوش الا بعد الدنيا وخلصت خالص هو الاهلي كده عنده بيزكس واساسيات بيمشي عليها بجيب حضرتك مدير فني يقول له اتفضل يا فندم ماشي عندك ايه طلباتك 1 2 10 اتفضل يا فندم مطلوب منك ايه انا عايز بقى نتائج انا الاهلي انا البطل انا رقم 1 رقم 2 دي ما اعرفهاش رقم 2 ما اعرفهاش دي حقيقه رقم 2 زي رقم 20 عندي دي حقيقه رقم 1 فلا الاهلي الاهلي مختلف ما انا معاك انا يعني برضو ازود على كلامك حته برضو حته المنهج طبعا المنهج طب. هو الناس مش فاهماه ان النادي الاهلي منهجه صعب ان حد يطبقه بالظبط كده عشان كده الدايره ما حد يخش فيها يا كابتن بالظبط لازم يا اما يدور يا اما الترسي يرمي بعيد مع المنهج يا اما شكرا متشكرين واي حد يخرج خارج النص وكم من نجوم يعني ما يدخلوش في الترس متشكرين عشان كده ما يقفش على حد بالظبط الاهلي او كبر الاهلي عمره واقف على حد دي حقيقه انا بقول لحد احنا دايما بنقول كده بس الناس للاسف بتفهم الكلام غلط انا قلت قبل كده النادي الاهلي يا جماعه ما تبصوش لبطولاته ما تبصوش مش عارف ايه ما تبصوش المدربين ما تبصوش الادارات النادي الاهلي منهج هو منهج اللي بيجي بيمشي على نفس المنهج ده هتمشي على نفس المنهج اهلا وسهلا بيك والناس هتحبك والناس هترفعك فوق في السماء هتبعد عن المنهج هتبعد خالص عن اي حاجه بتمس كيان النادي الاهلي اتفق مع حضرتك تمام بدين 1907 تلك انشاء هذا النادي النادي ده ماشي خط مستقيم عمره ما اتعود كده ولو حصل ظرف طارئ او اي ظروف خارج عن الارض واتعود كده ابنائه بيرجعوه تاني ابنائه مش حد تاني ابنائه اللي منه اللي اتربوا جواه بالظبط اللي عارفين قيمته بالظبط هي حلو. دي حلو الكلام انا بقول لحضرتك اهو حلو النادي ابنائه عارفينه كيمياء ماشيه في 1907 وراح مطلع الكابتن صالح سليم حاطط اساسيات ناس ماشيه عليها ومن جه بعده مشي عليها ومن خالف ذلك لم يعمل كثير هم محمود علشان برضو يا استاذ ممدوح اسف علشان الناس برضو تبقى دقيقه جدا في استماعها لينا هو النادي الاهلي ما حطش هو النادي الاهلي اكد على حاجات على المستوى العام هي دي الاخلاق وهي دي المبادئ وهي دي الاسس بس هو ما اخترعش هو قال يا جماعه احنا في اسس ومبادئ الاخلاق العامه للاسس ومبادئ عريضه معروفه 1+1=2 هو النادي الاهلي ماشي بيها لكن النادي الاهلي ما اخترعش حاجه هو ما اخترعش بالظبط بس عمل ايه بقى يا كابتن حط مبادئ نمشي عليها حافظ عليها اصعب حاجه هي دي بقى هو ده انا دايما بقوله حافظ يقول لك مبادئ النادي الاهلي ايوه مبادئ النادي الاهلي بالظبط اللي هي ايه الالتزام هي المبادئ العامه المبادئ النظيفه المبادئ الجميله بس كده هو ده الحياتيه اللي ربنا اصلا حاططها هو الاهلي كابتن ميدو هو الاهلي ابتكر حاجه جاب حاجه بره القاموس ده اللي انا بتكلم فيه يعني في حاجه في قاموس اللي هو المورد ديكشنري انجليزي وفي الفرنسي الفرنساوي وفي العربي في حد الاهلي جاب منهم حاجه بره دول خالص هو الموجود يا جماعه خالص. دي مبادئ ايه المبادئ الاهلي الالتزام الانتماء بالزبط. الروح العاليه بالزبط. هو الكابتن خاتم جه عمل البرنامج قال بروح الفريق الحمر بالزبط. يعني روح الفريق الحمر حد يقول لي بقى يعني يعني الناس اللي شاربه طينه النادي ده وتعبت فيه عارفه قيمته بالظبط فتحافظ عليه بالظبط اي هزه فيه الكل بيتلم حواليه ويقدر يقف جنبه ويوقفه تاني بالزبط. هو ده الاهلي هو ده اللي انا بتكلم بس. فيه ان انت بقى تحافظ على الحاجات دي اصعب حاجه الله هو انديه كبيره يا كابتن ميدو بعتني اللي هي في اوروبا
تحافظ على كيانها ليه؟ ما عندها برضو مبادئ. ما برشلونه عنده مبادئ بالظبط، ريال مدريد عنده مبادئ، تشيلسي عنده مبادئ، مبادئ النجاح عنده. مبادئ النجاح الاساسيه بس هي دي الالتزام، الانتماء، الروح العاليه، التفاني في لما ابتديت الترديد ابتديت التيشيرت ده بكل الوانه وتلتزم بيه هو ده الاهلي بالظبط، وده سبب نجاح الاهلي. مش عارف حضرتك بالزبط. في جميع اللعبات الاهلي امبارح عامل نتيجه كويسه جدا في الباسكت، فايز اخر كذا بفرق باسكت ثلاثه، هنكرم فريق السيدات ما شاء الله ما شاء الله، واول امبارح سيدات بس انا يهمني بتوع الرجال امبارح، بتوع الباسكت دول كانوا معقديني في حياتي كلهم يلعبوا يخسروا بامانه. اتقابلت كابتن تاريخي الموسم اللي فات في المركز الاولمبي، كان معايا الوزير خالد عبد العزيز، كان عامل ندوه بتاعه، فقلت له اخيرا فرحت جمهور الاهلي بامانه، كان جاي يحضر هو كان تعب، فقلت له اخيرا ليه؟ هو دي الروح بتكلم فيه، ان نقدر انا كفريق قادر في لحظه من انتصار من انكسار لانتصار بالظبط، دي صعبه مش اي حد يعملها، دي الروح اللي بنتكلم فيها. ليه الاهلي بيجيب في الدقيقه 95 94؟ حتى زميلي محمود صبري قال لي تعبير عجبني قوي، وانا قال لك يا فيش في مدرب قال له انا ما امنش للاهلي الا لما لعبته تركب الاوتوبيس وتروح. بالظبط، هو قال كده محمود صبري بامانه عشان برضه الحق الادبي يعود ليه، قال لك ما امنش لعيبه الاهلي لما يركبوا الباص ورفعه. بالظبط، دي حقيقه، دي حقيقه الاهلي يا كابتن ميدو. بس وانا مره بسال الكابتن شريف عبد المنعم بقول له يا كابتن هو مين اللي يقدر على الاهلي؟ قال لي ربنا. وانا بالله قال لي ربنا، قال لي لفريق النادي الاهلي فعلا زي ما حضرتك بتقول كده ما تامنلوش غير لما اللعيبه فعلا تمشي تركب الباص وتروح. قال لهم كده، قال لهم الاهلي طول ما جوه الملعب ولو حتى فاضل ثانيه بس ثانيه جزء من ثانيه لا ما حدش برده ليه في روح بس مش روح شريره سبحان الله، روح قتالية، روح حلوة، روح ان انا عاوز اكسب. ده ازاي تولده انت في الجيل الطالع في اللعيب اللي جايلك من بره، واللعيب اللي ما بيشربش دوت ما بيقعدش فعلا. دي حقيقة، دي حقيقة والله. يعني طالما بتكلمني عن الاستاذ محمود صبري، انت قلت لي قال لك قال لك كلمة دي حلوة، برضه عايز اقول لك الاستاذ ايمن بدر انا لسه اول مرة اقول، انا بس متشجع بيك وما بحبش اقول ان هو قال لي حاجة. كنت جاي يوم كان عندنا حفلة، فاللي هي حفلة التكريم تمام، او يا ربي كان قبلها حفله تكريم فريق السيدات. المهم يعني فانا قلت له انا عايز اتكلم على موضوع عبد الله وانا محضر له كلام، قال لي محضر ايه؟ فالمهم قعدت اقول له، قال لي طب ما انا اقول لك على حاجه، طب ما احنا نقول، وانت اسمعها وشوف، احنا نقول ان الاهلي علم الجميع ازاي يحافظ على اولاده حلو، وعلم الاولاد ان الاهلي فوق الجميع صح. طب انت سيبني اقعد اكتب ليه واحضر واقعد ازاي؟ ما تقول من الاول. بصراحه مقوله عجبتني جدا فعلا، الاهلي علم الجميع ازاي يحافظ على اولاده صح، وعلم اولاده ان الاهلي فوق الجميع. يعني ايه اللي فوق الجميع؟ والناس فاكراها ان الاهلي فوق القانون. لا لا لا، وده كان ده غلط. الاهلي فوق الجميع يعني ايه؟ يعني مصلحه الاهلي فوق اي لاعب، اي مدرب، واي مسؤول. هو ده الاهلي بس، مش فوق لا سمح الله قانون حاجه، الكلام ده مش مظبوط خالص. بالظبط بالظبط. طب نروح لفاصل نريح شويه؟ اتفضل يا كابتن. نروح لفاصل ونرجع نواصل حديثنا الممتع مع الاستاذ ممدوح، يعني حديث انا مستمتع بيه جدا. فاصل ونواصل معاكم. من استاد القاهره واحداث اللقاء الهام بين النادي الاهلي بطل. اهلا بحضراتكم من جديد، مستمرين معاكم مع الاستاذ ممدوح فاهم، الناقد الرياضي الكبير بالاهرام، منور الدنيا ومشرفنا. يا كابتن ربنا يديمك انت ربنا يخليك يا كابتن يا رب. يعني احنا قلنا المجموعات هنستعرضها تاني بقى مع حضرتك. تمام كده. يعني قولها لنا بقى، يعني فكر انا هستسمحك كمان نقول كل مجموعه، وهستسمحك نقول نبذه كده عن كل فريق. قول عايز حضرتك يعني. اتفضل. طبعا هنبدا طبعا بترجي يا دوله. تمام. يعني الاهلي احنا عارفين تاريخه ما شاء الله، 8 بطولات ابطال وبتاع وفريق يعني. تمام. بنتكلم بس هم التانيين يعني. تمام. الترجي يا دوله طبعا هو المنافس دايما على 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 مع الاهلي في دوري ابطال افريقيا، تلاقي الترجي طالع كده مع نفسه. تمام. الترجي يعني كان هو انشئ سنه 1919. تمام. وهو قلت لك اسم الترجي عشان القهوه اللي كان بيقعدوا عليها الناس اللي انشأوه. كان اسمها ترجي. كان اسمها الترجي. حلو. فسموها. وبعدين بيسموا نفسهم الجماهير اسمهم مكشخين، يعني تعبير عن السعاده. الترجي خد 10 القاب. المكشخين. مكشخين. تمام. يعني تعبين هم السعاده. السعاده والفرحه كده. تمام. دي لغه تونسيه طبعا، هم ادرى بشعبها. تمام. هم خدوا 10 القاب افريقيه. اثنين دوري ابطال افريقيا، سوبر، ثلاثه كاس كؤوس، ففريق بطولات. اكيد. احنا بنتكلم فريق أكيد. بطولات. اكيد. فده يتعمل له حساب، لان برضو احنا بنتكلم ايه؟ كامبالا والفرقه دي مش هتقلق، بس الترجي كفريق لازم اوصل رساله للانديه الاخرى ان انا الاهلي جاي.
فده بالنسبه للترجي. هنتكلم على الفريق الثاني عندنا في المجموعه كامبالا سيتي. هنقول كامبالا سيتي ده كان فريق معمول ليه حياتك الموظفين بتوع الصرف الصحي في غينيا الشقيقه يعني. واخبار حياتك الفريق دوت يعني اول مره كده بالنسبه لي بصراحه. انا بقول حاجة دي اول مره يظهر في الدور دوت. ده بالنسبه له يعني انجاز تاريخي وكتخيرهم على كده. الفريق دوت يعني تابع مجلس مدينه كامبالا. على فكره افتكرت اللي بيدرب دلوقتي الترجي ده مدرب وطني زي برده كابتن حسام اللي هو خالد بن يحيى. كان حياتك ده كان خالد بن يحيى ده كان لاعب طبعا سابق في منتخب تونس في الترجي. فده بيدرب الفريق دلوقتي. كامبالا سيتي كسب الدوري 12 مره كاس اوغندا 9 مرات. افضل انجاز ليه كان وصوله دور الاربعه في كاس الاتحاد الافريقي سنه 97. تمام. كان دي اول مره في تاريخه يظهر في دوري المجموعات. بيدربه مدرب وطني برضو اسمه مايك موتيبي. تمام. يعني برضو احنا عندنا ثلاث مدربين وطنيين. مايك موتيبي. مايك موتيبي. اوكي. الفريق بقى التالت بقى الفريق اللي هو محترم يعني حاجه برضو جميله اللي هو تاون شيب رولز. ده كان فريق معمول برضو من اللي عمال دقيقة الأشغال في مدينة تاونشيب اللي هي في 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 تاونشيب في بوتسوانا. تمام. دول برضو وعين كلمة رولز اللي هو على الأدوات اللي هي البكر. فيعني تاونشيب اسم مدينة رولز البكر بتعمل ده. فهم برضو إيه عمال أشغال يعني برضو خاص بعمال. الفريق برضو أول مرة يصعد دوري أبطال لدوري أبطال. بيدربوا فريق مدرب صربي. صربي. اسمه نيكولا كازوفيتش. نيكولا. نيكولا. طبعا. ده طبعا هو بيسموه الفريق ده اسمه بوبا. واخد حضرتك التدريب بإدارة السودان 14 مره. فاز بالكاس 6 مرات وده اول فريق من بوتسوانا في تاريخها يصعد دوري المجموعات. تمام. فبالتالي التاريخ بتاع الناديين دول متواضع جدا. انا بكلم كترجي بقى. المجموعه الثالثه هنتكلم بقى حضرتك عندي مازيمبي وفاق ستيف مولوديه الدفاع الجديد. مازيمبي ده فريق ماسكه رجل اعمال ملياردير قاعد في بلجيكا نتيجه خلاف بينه ورئيس الكونغو. مازيمبي كان هيتعثر حياتك في الدور الاولاني. كسب 4-0 على ارضه لكن خسر بره ارضه 3-0. فمازيمبي برضو راح ماشي. هو تاثر في مدير الاداره عندهم اللي كان بجد توفى من حوالي اسبوع او 10 ايام. فرضو عامله هزه. فريق المازيمبي فريق بطولات. مازيمبي وصيف دوري كاس عالم انديه لو حضرتك فاكر. تمام. الكلام ده اكيد كذا موسم كده. عندي بعد كده وفاق ستيف جزائري. وفاق ستيف طبعا تاريخ يعني كبير في الدوري الجزائري. وعنده مجموعه لعيبه برده مميزه جدا يعني تقدر ان هي تنافس على البطوله السنه دي. وتنافس تصعد لدور الثمانيه. وخبر حضرتك وفاق ستيف فاز بالدوري الجزائري 8 مرات كاس الجزائر 8 مرات. فاز دوري ابطال افريقيا مرتين يعني زي الدوري زي برضه زي الترجي. تمام. فتاريخه برضه تمام يقلق يعني وكاس سوبر مره واحده. تمام. بطريقه برضه مدرب وطني اللي هو حضرتك عبد الحق بن شيخه. تمام كده اربع مدربين وطنيين. اربع مدربين وطنيين. تمام. عندي بعد كده بقى المولوديه. المولوديه بيطلق عليه عميد الانديه الجزائريه. ده تاريخ كبير واعتقد ان اول حاجه صدمت الاهلي في دوري الابطال سنه 76 كان الفريق ده لما كسبنا نحن 3-0 وهنا تعادلنا 0-0. تمام. ده خد طبعا ده تاريخ طويل جدا جدا. اول فريق جزائري يفوز باللقب دوري الابطال. بيدربه مدرب فرنسي اسمه برنر كازوني. ورئيسه بقى مين يا كابتن ميدو؟ قاسي سعيد. يا خبر. لاعب الزمالك السابق. يا خبر. فدي برضه احنا عارفين دي جديده برضه. دي برضه احنا عارفين بصراحه. يعني مولوديه راجع وبقوه. ومولوديه على فكره مزعج جدا انه جاب 16 جون في اربع مباريات الاولانيين في الدور التمهيدي والدور 32. تمام. ففريق راجع وبقوه ولكن برضه دي القوه اللي تزعج الاهلي ان شاء الله ان شاء الله بعد ما يصعد. تمام. دي الدفاع الجيد الحسيني اللي هو طبعا فريق ازارو ده. فريق يعني تاريخه في دوري الابطال مش كبير جدا. هو طبعا يعني هو واخد كاس بس المغرب او كاس العرش سنه 2013 ودي اول مره برضو يصعد الدور دوت. بيدربه مدرب وطني اللي هو عبد الرحيم طالب. خمس مدربين كده. خمس مدربين. فدي المجموعه متوازنه. الجزائر حضرتك عارف مدربهم مين ولا اللي هو مين؟ مولوديه الجزائر اللي هو حضرتك قلنا عليه فن اللي هو اقول لحضرتك حالا. الفرنسي برنار
كازوني تمام ده من فرنسا تمام انجلوتي الجزائر عاوز يرجع ويرجع بقوه تمام. المجموعه الثالثه هنتكلم على الوداد طبعا المغربي اللي هو حامل لقب البطوله السابقه اللي هو يعني كان مزعج قال ده برضو من الانديه الكبيره يعني صاحبه التاريخ في البطوله ديت. الوداد السنه دي بيحاول يسترجع خصوصا بعد ما خسر كاس السوبر يحاول طبعا ينافس بقوه على اللقب الموسم دوت خصوصا ان هو داخل معاه سان داونز والحريه كوناكري وتوجو. الحريه كوناكري وتوجو دوت اول مره الاثنين يتواجدوا تمام. فبالتالي سان داونز طبعا فريق كبير جدا عن تاريخ محترم في دوري الابطال لكن هو الاقرب. سان داونز حياتك بيسموهم طبعا البرازيليين عشان بيرتدوا نفس الفانيلا التيشيرت الاصفر فهو طبعا تيمنا بالمنتخب البرازيلي. بيدربهم بقى مين يا كابتن ميدو اللي هو حضرتك بيتسو موسيماني اللي هو المدير الفني السابق لمنتخب جنوب افريقيا اللي كان بيلعبنا كام موسم وهو اللي قادهم للفوز بلقب افريقيا الموسمين تمام. بيتسو موسيماني ده من جنوب افريقيا تمام. وبحياتك عندي بقى طبعا المجموعه الرابعه نجم الساحلي زيسكو مدران اول اغسطس اللي قدامي النجم الساحلي طبعا يعني فريق طبعا لا خلاف عليه فريق يعني ما شاء الله عنده تاريخ وعنده كرة جامده جدا. زيسكو يعني حقق مفاجاه مصعد برضه على حساب اسك ابيجان ايفواري في دور ال 32. مبان ده اللي هو طبعا وجوه جديده في دوري الابطال السنه دي اول مره برضه يظهر ده اول اغسطس الانجولي دوت متميز جدا في كره السله هو بطل افريقيا في كره السله بتاع حدوته لكن هو في دوري الابطال يعني احترامنا يعني يعني قده. مبان ده اللي هو حضرتك من ملاك سوازلاند على بعض يا كابتن 17000 كيلو متر مربع تمام وهم اول مره من عندهم حد يطلع طبعا بيدربهم مدرب وطني مسمينه تابو فيلكاتي واسم الشهرة بتاعه كوكي وبحياتك طبعا عامل له تمثال هناك لان يعني هو الراجل دوت اول مره من بلده المملكه 17000 كيلو يعني سعادتك لو حسبنا شبرا هتلاقي شبرا اكبر منها 17000 كيلو كل البلد كل المملكه سويسلاند يعني فهم اول مره يطلعوا عشان كده سالتك قبل الهوا ما سالتني فقول لحضرتك هم 17000 كيلو مساحه لوحد اول مره يطلعوا انت طبعا المجموعه دي بتتكلم في النجم وزيسكو هم دول اقرب للمجموعه تمام. يعني تفصيل ولا اروع من كده بصراحه ربنا كابتن ميدو احنا قلنا لكم الفرق وقلنا لكم مين مدربينها وقلنا لكم مين كمان رؤسائها وقلنا لكم مين طب مين الاخطر بقى على الاهلي هو حياتك اللي جاي جامد قوي مولوديه ده يقلقني بالخبره والبتاع الوداد برضه يقلق الاهلي يعني دايما هتلاقي شمال افريقيا من بعيد يطل بدماغه قوي مازيمبي لان مازيمبي كل سنه تلاقيه في شراسه راجل مليارديه في بلجيكا لكن اي ماتش بره الكونغو لازم يحضره لكن عشان مشكله عشان خلافه مقاييس الكونغو ما بيحضرش فلا لكن انت بتتكلم في لا يعني مازيمبي الوداد المولوديه الجزائر طبعا بلس الترجي ده مفروغ منه دول اقرب اربعه يقلقوني لان الاهلي بيعرف يتعامل مع سان داونز يعرف يتعامل مثلا حياتك مع زيسكو لو صعد يعرف يتعامل حياتك مثلا مع وفاء سطيف لان فرق الخبره والامكانيات ترجح الاهلي لكن في فرق التقل يا كابتن بتاعها في الخبرات يزعجك يعني مدير الجزائر ده عميد الانديه الجزائريه تمام تخيل بقى انت بتلعب على ارضه الجزائر كلها بتقل مولوديه معروف من زمان دي بتقلقني انا والترجي الضغط العصبي وحاجه طبعا جربته وعارف والضغط العصبي والضغط الشعبي والجماهير وكل ده بيأثر عليك كلاعب لكن انت طالما انت داخل بطوله مالكش حاجه لكن انا بكلم المنافسين الاقوياء هم دول المولوديه مازيمبي اللي هو جمهورهم بيخلي الملعب يولع انا قاعد انا بره كمجهود ببقى عامل كده بالظبط ما بالك محترم طبعا اللعيبه خبرات كل حاجه بس انت بكام مؤثرات الحكم اللي بيدير ما بيتاثرش تاثر السنه اللي فاتت مع الوداد طيب يا كابتن هنتكلم بقى بايه ده كله يخليني لما اجي العب ماتش على ارضي برجاء ان انا احقق نتيجه كويسه وانا بره لو قدر الله حصل خساره قريبه ما تزعجنيش هنا دي معادله كابتن حسام بدر هنا كده اتكلمنا على المصري وسيمبا ومصر ومنانا انا قلقان من كده لما انا على الارض مش عارف اجيب جون هنافس ازاي؟ اخش دوري المجموعات ازاي؟ ما كانتش على الارض يبقى انا جامد وحاسم ما حدش يتكلم معايا بالظبط يعني محترم انت بتقول لك ايه في المجموعات بيقول لك إيه؟ اكسب على ارضك والتعادل بره ارضك تضمن الصعود كان دايما يقول لك كده حلو يقول لك اكسب على ارضك وتعادل بره هتجمع نقاط هنفسك تلاقي دور الثمانيه خصوصا افريقيا بالظبط بالظبط ايه اللي يقلقك على النادي الاهلي؟ هما حاجتين بامانه رقم واحد لا قدر الله الاصابات غيب لي لعيبه مؤثره وعلى اساسهم جايين اللي بعتبره
فارس الاهلي يعني رابح في الاهلي بامانه طبعا باضافه طبعا لكباتن احسن عاشور وبتاع اللي هم الميزان اللي هم حياتك اللي هم المسمار اللي هم لما اشوفهم اطمن انا ك ك ك كمشجع تمام اشوفهم بتاع الحاجه الثانيه طبعا لا قدر الله عدم التوفيق وعدم توفيق الحكام اللي هم دول يلقوني يعني لكن الاهلي لا انا مبقاش عارف اي ظروف طبيعيه في ظروف طبيعيه الاهلي مكتمل او بتثبت 90% مكتمل الاهلي فيه تحكيم فير ومحترم وفيه الحمد لله بقى مكتمل الصفوف انا ما قلقش الاهلي يكسب تمام طيب برضو شايف الاهلي محتاج تدعيم والله انا شايف الاهلي محتاج راس حربه مع ازار لان للاسف وجود مروان وصلاح مروان لسه ما رجعش يعني انا ما اقدرش اراهن على مروان يعني مروان صلاح محسن لسه قدام شويه بس حتى احنا عندنا ماتشين اسمندو عندنا ماتشين اللي هو الترجي لا اللي هو الترجي وكامبالا سيتي بعد كده الفريق رايح كاس عالم حلو جدا كل ده مروان شغال بقى حلو قوي ما مروان كوبر كان مستنيه قدام الترجي ما ينفعش اغامر بمعنى اللي بلعب بيه اللي بكسب بيه العب بيه تمام التجربه ممنوعه تمام يعني اللي جاهز قدام الترجي يلعب ان شاء الله ان شاء الله ضامن ان شاء الله جاي باذن الله لكن انا عاوز بدايه المشوار تبقى ايه قويه طب انت يعني عايز مهاجم تاني جنب ازارو جنب ازارو لعدم اكتمال مروان كفورمه فنيه ولا عايز مهاجم تاني بشكل مختلف لا انا بتكلم انه عدم اكتمال مروان فنيا لان مروان راجع من اصابه طويله محتاج فتره مش اقل من شهرين عشان يبدا يستعيد الثقه طب غير المهاجم اعتقد ان احنا يعني محتاجين سيرد باك لان ايمن اشرف ومحمد نجيب وسعد سمير بيحصل عنده دروب لو واحد فيهم غاب دي اللي النادي الاهلي محتاجها فعلا بأمان قوي صح ولا انا غلطان محتاجين يعني اثنين كمان سعد اثنين يعني وبقى حاجه بالاضافه طبعا عندي باك يمين كابتن احمد فتحي برضو هل انا عندي باك يمين تاني كويس عندنا والله مين محمد هاني وعندنا محمد هاني ان شاء الله لعيب كويس قوي بس برضو حياتك عارف ايه في لعيب كده يعني مش عايز اقولها ازاي ببقى يعني يشيل محمد هاني قدامه شويه يعني في لعيب كده طب الموضوع حلو الحته دي نتكلم فيها يعني لغايه امتى هنقول يعني الاستاذ ممدوح بارع في مكانه مثلا ربنا يخليك يعني انا هدي لك مثال على حضرتك الاستاذ ممدوح بارع في مكانه تمام فكل ما نيجي نتكلم يعني نجيب حد بديل للاستاذ ممدوح يقول لك مين اللي هيبقى زي الاستاذ ممدوح تمام فالحته دي خلي بالك انا بتضايق منها شخصيا صح فليه ما نديش الفرصه مش هنبقى مش هنغامر احنا خصوصا هنكون يعني جايبين حد يعني قريب من الاستاذ ممدوح تمام مش عايز اشبه بلعيب لا اتفضل كده اتفضل يعني فسرها لي الدروب اللي عندي في ايه في الانديه الكبيره يعني سان جيرمان راح دفع دم قلبه في نيمار ليه ما عندوش اللي يقدر يبقى تقيل زي نيمار صح عاوز بطوله مش بطوله مش فرق تمام دفن. تمام عاوز بطوله اوروبا تمام صح تمام ريال مدريد النهارده قال لك 200 مليون يورو على الترابيزه عشان محمد صلاح ليه الانديه الكبيره فيش وقت للتجربه عاوز الجاهز يخش المفرمه يخش المكان طب خلينا ديت عشان يعني خلينا النقطه دي عايز اتكلم معاك فيها بالتفصيل عشان اكيد الناس برضو مستنينا نتكلم فيها بالتفصيل نروح نشوف كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في نادي الاهلي مع محمد سعيد هيقول لنا ايه محمد سعيد اتفضل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان يسعدني في هذه اللحظات ان يكون معي الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي كابتن سيد يعني بقول لك تعليقك على قرعه الانديه الافريقيه واولى المواجهات امام الترجي التونسي ومعك ايضا تاون شيب البتسواني وكامبالا سيتي الاوغندي بص الحمد لله طبعا على كل شيء يمكن مواجهات حتى قويه في البدايه بتلعب الترجي اللي احنا غراب عليه ولا هم غريب عليه ولا هم غراب علينا فاحنا عارفين بعد كويس جدا لكن كمان نظره بقيه الفرق اللي في المجموعه اذا كان كامبالا سيتي او فرقه بتسوانا هم فرق اقصى فرق صاحب التاريخ وصاحب التواجد في البطوله الافريقيه فالناس بص لهم بس ان هم لهم تواجد ضعيف في دوري المجموعات الخاص بدوري الابطال افريقيا لكن هم كمان لما تبص لهم رقميا هم اقصى فرق والا ما كانواش وصلوا لهنا اقصى فرق صاحب التاريخ وصاحب التواجد يعني فلابد التعامل بمنتهى الحرص لابد التعامل بمنتهى الجديه لابد التعامل بمنتهى التركيز كل اللي اقدر اقوله ان احنا عندنا شغل لابد نحضر له ونستعد له كويس قوي باذن الله ويبقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى عندك مباراتين قبل كاس العالم المباراه الاولى في القاهره مع الترجي ثم المباراه الاخرى في اوغندا بعدها ب 10 ايام ترتيب المباريات يا كابتن سيد بالنسبه للاهلي ومباراتين خلال شهر مايو يعني اقل من حوالي شهر ونص
زي ما انت قلت يعني انت بتحضر بشكل كويس دلوقتي للاستعداد للمباراتين دول، لكن كل مرحلة لها ظروفها وليها اهدافها. خلينا ننتظر ونشتغل بشكل كويس، وايا كان الترتيب اللي جاي بقى، خلاص ده هتقابل الترجي وبعدين كمبلة خارج الديار يعني، لكن مهم قوي ان شاء الله الرحمن ان احنا نتعامل معاهم بشكل كويس، ومهم قوي ان احنا ناخد اكبر حصيله من النقاط في المباراتين دول قبل ما عمليه التوقف يعني. خلاف المجموعه الاولى، عايز اعرف تعليقك برضو على المجموعات الاخرى، المجموعه الثانيه والثالثه والرابعه، والثانيه تحديدا لان هي هتبقى اقرب لنا في الادوار اللي بعد كده. خلينا نتكلم في اللي يخصنا يعني. خلينا في اللي يخصنا يعني. لا يا يعني خلينا نتكلم في اللي يخصنا ان شاء الله الرحمن، وبعد كده زي ما انت شفت التاريخ بيقول لنا حاجات كتير قوي قوي. لو اللي يقرا تاريخ او يعرف تاريخ او يتكلم في التاريخ يعرف كويس جدا ان كل مرحله بيبقى لها ظروفها الخاصه، وكل مرحله بيبقى لها احداثها الخاصه، اللي ممكن تبقى سهله جدا جدا في البدايات وتصعب جدا في الاخر، او العكس تبقى صعبه جدا في الاول وتسهل في الاخر. تستطيع قيد او اضافه عدد من اللاعبين قبل اولى مباراه امام الترجي التونسي بالنسبه للائحه الخاصه بالاتحاد الافريقي؟ بس بشرط ان هم يكونوا مقيدين اصلا. يا رب نكون موفقين ان شاء الله الرحمن. كل اللي اقدر اقول لك مره ثانيه وثالثه وعشرة يعني عندنا شغل وان شاء الله الرحمن نحضر له كويس. شكرا. شكرا ليك يا محمد، شكرا للكابتن سيد عبد الحفيظ. اصل الكابتن سيد عبد الحفيظ مش هتاخد منه تصريح غير بمزاجه، مش هيقول حاجه غير لما هو يكون عايز يقول. صح صح صح. اصل هو الكابتن سيد قال كلام كويس. يعني واقع لك ايه، ما تحكموش على كامبالا او على، لا انا بتكلم في العموم. انا بقول لك شخصيه ذكيه جدا جدا، وعارف ان هو متحدث جداً قوي باسم النادي الاهلي، عارف كل كلمه بتتاخد عليه. فعمره ما بيطلع تصريح غير لما يكون هو عايز. انا كنت بغطي الاهلي فتره غياب محمود صبري. تمام. كان ده من موسمين كده. فكنت اتكلم معاه فحس ان الكلمه طالعه منه بحساب. اقول له يا كابتن سيد، يقول لي والله لو في حاجه اقول لك. فهو ايه طبيعته، فانت مش هتقدر تقول حاجه لما هو يكون شايف توجه. هو فعلا ما يقدرش يتكلم بقيه المجموعات لغايه لما برضه الصوره تبان. برضه هو بدايه القوية بتاع الترجي دي جايز ربما يكون قلق الاهلي شويه. تمام. يعني برضه الترجي حضرتك شايف ان المجموعه، هنرجع لموضوعنا مش ناسيين، هنرجع لموضوعنا علشان احنا يعني بعد كده يكون معانا الكابتن رياض بن نور مدير الكره في نادي الترجي، هنطلع له. يا ريت. لو جاهزين نطلع له حالا. يلا نطلع نشوف الكابتن رياض بن نور مدير الكره في نادي الترجي قال ايه مع محمد سعيد، ونرجع لحضراتكم على طول. مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وتعقيبا على كل المباريات والمجموعات الخاصه بالادوار المجموعات بطوله دوري الابطال الافريقي، يسعدني في هذه اللحظات ان يكون معي عبد الاله بالاكحل المدير التنفيذي للدفاع الحسني الجديد المغربي. اولا انا برحب بيك يعني بالتوفيق للدفاع الجديد، بتربطنا علاقات قويه خلال السنوات الاخيره، مباريات الاهلي والدفاع الجديد وليد ازارو، امور كثيره جدا بين الناديين. لكن عايز اعرف بدايه تعليقك على قرعه المباريات والدفاع في مجموعه الموت في المجموعه الثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك وتحيه الى نادي الاهلي العريق والى جماهير نادي الاهلي والى كل مصر الشعب الشقيق. هذا صراحه فريق الدفاع الحسني الجديد فريق جديد على هذه دوري المجموعات، وبالنسبه للقرعه فكانت الحمد لله حبذا منصفه، ولو اننا جئنا مع فريقين من الجزائر البلد الجار الحمد لله غادي تكون عندنا ما غتكونش بعد مسافه، ولكن بس مسافه تكون طويله بالنسبه لفريق الكونغو اللي هو تيبي مازيمبي ذو الخبره الكبيره. ولكن هذا فريق صار معروف، شفناه وشفنا مبارياته مع الوداد البيضاوي وشفنا مبارياته مع الاهلي، وشفنا يعني فريق الان اوراقه مكشوفه. نتمنى ان شاء الله ان فريق دفاع حسن جديد حق مفاجاه هذه السنه ان شاء الله في دوري الابطال ان شاء الله. قبل بدايه مراسم اجراء القرعه كان لي حديث معاك، وحتى تحدثت مع عبد اللطيف مقترض في الدفاع الجديدي، هل كان هناك امنيات او حظوظ انكم تتواجدوا مع الاهلي في المجموعه، خاصه كمان لديكم معلومات وعارفين بشكل كبير امكانيات وليد ازارو مهاجم الاهلي الافريقي في البطوله الافريقيه وصاحب الرصيد الكبير الوافم الاهداف في البطوله المحليه والبطوله الافريقيه؟ بطبيعة الحال وكيف ما تحدثنا قبل، فاحنا كنا نتمنى اننا يكون عندنا نصيب ان يكون معنا فريق الاهلي. ليش؟ لسبب واحد، وانا فريق الاهلي فريق قوي يعني ممكن يساعدنا احنا في المرور معاه، لان ممكن تكون مباراه قويه بيننا وبين الاهلي واحنا تعودنا على اللعب معاه، وكذلك اللاعب ازارو لاعب ديالنا وعندنا علاقه قويه مع النادي، فممكن فريق الاهلي لو كنا معاه في المجموعه كان حيزيح لنا مجموعه من الفرق الاخرين ويساعدنا كذلك على اننا نفوتوا معاه للدور الموالي. بالتوفيق بزاف للدفاع الجديد. الله يبارك فيك، شكرا كثير، شكرا بكم، مرحبا بكم في المغرب.
شكرا محمد سعيد، شكرا لكابتن عبد الاله بن لكحه المدير التنفيذي الدفاع الحسني. محمد سعيد بيرقصنا شويه بس قبل ما يجهز بسرعه الكابتن رياض بن نور مدير الكره في نادي الترجي. هسال برضو الاستاذ ممدوح فهمي، برضو الدفاع الحسني الجديد بيقول هتشوفه بشكل جديد وكله الفرق داخله لابسه وش كده، ليه الجايزه كام؟ الفلوس قد ايه؟ هي بتبقى موضوع طموحات. كل ما انت بتعدي العداد بيعد، كل ما انت بتعدي العداد بيعد دولارات، بالاضافه دول الثمانية لثمن، دول الاربعة لثمن، النهائي لثمن، كاس عالم الانديه، ده ما يستاهلش منك انت تتنمر تبقى شرس. يستاهل بس كده، بس تتنمر وانت نمر ولا تتنمر لمجرد التنمر؟ بس تتنمر عشان انت نمر ولا تتنمر لمجرد التنمر؟ تتنمر عشان تخوف اللي قصادك. تمام، ما هو الدفاع الجديدي اول مره يظهر في الكادر ده دول، فيعمل ايه؟ يقول لك لا احنا راضيين وشاكرين. لا خالص، لا ده احنا جامدين وهي شكل جامد وبتاع، فيبقى رساله للاخرين ان احنا مش جايين ننافس، مش ضيوف شرف، مش جايين نهزر، مش جايين نهزر، لان من بعد دور المجموعات ده الدور الوحيد اللي تقدر فيه تلحق نفسك هو الدور ده، هو ده بس، بعد كده نوك اوت. بالظبط، اللي يقع ما يتحسبش. بالظبط، خلصت. بالظبط، اللي يقع في المجموعه شكرا. يعني سؤال مباشر، شايف الاهلي فرصه كام في المية؟ باذن الله، باذن الله، باذن الله لا تقل عن 98%. 98%، بقول لك ال 2% دول قلت حضرتك عليهم، بعد الشر اصابات وتوفيق وحكام بس. احنا قلنا الاهلي جامد، احنا قلنا الاهلي محتاج من وجهه نظر حضرتك اصحاب ازارو، ومحتاج على الاقل سرد باك، وباك رايت جنب الكابتن احمد فتحي. مصمم؟ انا مصمم بسببين، احمد فتحي، مع انك انت حته الباك ليفت. طب الباك ليفت ايه؟ انا معلوم، انا عندي صبري الرحيل لو هو فورمه وجهزته يشتغل كويس، صبري الرحيل يجي منه. لكن محمد هاني انا عندي مشكله نفسيه معاه بامان. ايه بقى؟ مش مديني لا احمد فتحي في الملعب، لا بص احمد فتحي، بص يا كابتن ميدو، لا احمد فتحي في حته انا بس لا لا أي أحمد فتحي. بس احمد فتحي بشوف في الملعب ما شاء الله، في الديفنس عشان اتكلم ما شاء الله، في الهاجم ما شاء الله، حاجه بيديني روح 3 في 1 ولا بيرتي بلس عليه. هل حد في الحته دي زي احمد فتحي؟ شاولي وانا معاك. لا احمد فتحي لو لعب في اي حته مش هتلاقي حد زيه. انا بقول لحضرتك شاولي وانا معاك، الا الباك ليفت بس، الا ده بس، شاولي قول لي مين مكان بس. لكن محمد يعني لعب ما اقنعنيش بنفس قوه احمد فتحي. الكارثه في ايه؟ لما بشيل ده واجيب ده، الجاب قد ايه؟ الدنيا ماشيه، الهوا قد ايه؟ لا بعيد. تمام، لا بعيد. تمام، طب نروح نشوف رياض بن نور قبل ما محمد سعيد يرقصنا تاني ونرجع لحضراتكم على طول. اتفضل يا محمد. مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، كما تابعتم معنا طبعا وقائع القرعه الخاصه بالانديه الافريقيه سواء في مسابقات اي دوري الابطال او كاس الكونفدراليه، وبالنسبه لنا كفريق النادي الاهلي يمكن في المجموعه الاولى مع فريق الترجي التونسي وايضا مع كامبالا سيتي الاوغنتي وبطل سوازيلاند. معي في هذه اللحظات كابتن رياض بن نور مدير الكره بنادي الترجي التونسي. كابتن رياض مرحب بيك، والمواجهات المتكرره الاهلي والترجي التونسي، الدربيات الكبيره في البطولات الافريقيه، لكن تعليق حضرتك وتعليق نادي الترجي على القرعة التي أجريت هذا المساء في الاتحاد الأفريقي وفي مصر. أكيد جماهير الكرة في أفريقيا تابع بصفة معناها بأهمية لمباراة الترجي الرياضي التونسي والأهلي، اللي يعتبروا معناها من أقوى المباريات اللي نجموا نشوفوهم في الدورة هذه. ولكن الأهم من هذا كله أنه المرور معناها هذا ماهوش دور اللي فيه المنافسة ممكن تخرج فريق من الفريقين، ماهوش معناها إقصائي الدور هذا، فنتخيل معناها أنه المهم هو المرور إلى الدور المقبل هو ربع النهائي والمنافسة على الكاس. ثم تعرفوا التاريخ ما يخلي إلا اسم الفائز باللقب، فأكيد من الناحية الجمالية والجماهيرية المباراة باش تبعها المشاهدين والأحباء الفريقين خاصة معناها بشغف كما العادة. ممكن معناها أثناء يكون ممكن أكثر من معناها مروا من المجموعات وتأهلوا. المباراة الأولى باش تكون في مصر. أول ضربة البداية يوم 4 مايو أو 5 أو 6 مايو هي مباراة الأهلي والترجي في مصر. أكيد المباراة الأولى باش تكون في مصر، مباراة الجماهير ديما تستناها. كالعادة إن شاء الله نشوفوا مباراة حماسية ومباراة جميلة من الطرفين.
الله يخليك. اهلا بحضراتكم من جديد. بيتكلم نفس الكلام. نفس الكلام حضرتك قلت. هو ان احنا نطلع الاثنين مرحله صعود مش مهم عندي دلوقتي من اول المهم اصعد بعد كده بقى الفوز وبتاع وقال لك ذلك التاريخ لا يذكر الا الابطال. تمام. عجبتني حلو. بس. هو كمان متحدث شكله متحدث جيد كمان. بس انا خدت بالي من حاجه كابتن سيد وال الاثنين تحس وشهم مخطوفين. اه والله العظيم رياض بن رياض بن نور كده قلقان وده شيء يحترم. يعني ده شيء يحترم في فيهم ان هو برضه بقدر الفرق الاخرى اعتبارها. ما حدش يقول لي اصل كامبالا سيتي بالظبط مش قد كده او مش عارف الظروف الخارجيه ايه او الخارجيه. يعني يقدر المنافس حق قدره ده يطمني. انت الزمالك لو طلع اساسا لو لعبها مليون مره هيكسبها سكور اساسا اللي هو بتاع الزمالك. لا ده كانت دي كانت مازال سيشكو دي ولا مش عارف اسمها كانت مازال. لا لا والله اللي حصل في بطل الزمالك بتاع اسيوبا دوت انا مش فاكر اسمه. ما انا بقول لك لا ما انا بقول لحضرتك يعني لو الزمالك لعب الفرقه دي 100 مره كمان هيكسبها بسكور مش اقل من 4 5 ربع مولته. لو جاب منتخب شباب عنده 20 سنه هيكسبه. لو جاب المحترامي فكابتن فيه جعفر والعواجيز بتاعهم هيكسبهم بالظبط. ما ينفعش تريك ده خالص. كده برضو الموضوع مش مطمن قوي يعني برضو في نسبه للظروف الخارجيه. خلي بالك ان في وجوه جديده في المره دي في دوري الابطال. في وجوه طالعه جديد كله طامح وكله جامح. صحيح مش لدرجه البطوله لكن طالع يقول لك ليه لا لما انا ممكن اطلع حتى دور الثمانيه. يعني حجم الطموح بيعلى عشان الخزنه مفتوحه الدورات شغاله. تمام استاذن حضرتك نطلع فاصل عشان نستقبل نجمنا الكبير الكابتن الجميل كابتن ربيع ياسين نجم مصر ونجم النادي الاهلي. نطلع فاصل نستقبل فيه كابتن ربيع ونرجع لحضرتك على طول هنتكلم فيه برضو عن هذه الكره ونتكلم عن منتخب مصر.